بثنائية في مرمى مودرن فيوتشر. الزمالك بيعود للانتصارات مجددا في دوري النيل. من جديد بيعود نادي الزمالك لذاكرة الانتصارات في الدوري مع أحد أبنائه كابتن معتمد جمال المدير الفني بعد هزيمتين متتاليتين أمام إنبي وزد مع المدير الفني السابق السوري. النهاردة بيكسب نادي الزمالك بهدفين للثنائي أحمد مصطفى زيزو وإبراهيم عنداي. يتذوق الزمالك طعم الانتصارات مجددا في دوري النيل عشان تكون انطلاقة جديدة ل الفارس الأبيض، طبعا بنأمل ذلك. يا مساء الخيرات، حلقة جديدة من برنامج رقم 10. اسمحوا لي ان انا اكون معاكم النهاردة، اقدم الحلقة بدل زميلنا كريم رمزي، واسمحوا لي ان انا يعني رسالة كده سريعة لزميلي كريم رمزي. اول امبارح كان عيد ميلاده 36، كل سنة وانت طيب كريم. اعلامي رياضي متألق، انا الصراحة بحبه على الصعيد الشخصي وكمان الصعيد المهني. كل سنة وانت طيب يا كريم، ان شاء الله بإذن الله تحقق كل اللي انت عايزه وبتحلم بيه. طيب خلونا بقى نبدأ حلقتنا رقم 10 زي ما احنا متعودين، اخبار حصريات رقم 10 وكمان اخبار كتيرة جدا في الدوري وكمان الدوري المحلي وكمان الدوريات الأوروبية. عندنا كمان فقرتين مع محلل الأداء كابتن اسلام محمد وكمان اسلام علي، وكمان عندنا فقرة مع صحفيين رياضيين ونقاد رياضيين هنتكلم فيها عن أخبار وكواليس زي ما احنا متعودين. بس خلينا نبدأ بالماتش الأبرز النهاردة، نادي الزمالك الحمد لله نبارك له على الفوز مع أحد أبنائه كابتن معتمد جمال، بيفوز النهاردة على مودرن فيوتشر 2-0. أحمد سيد زيزو زي ما تابعنا بي من ركلة جزاء في الدقيقة 39، طبعا هيكون معانا حالات تحكيمية النهاردة مع كابتن جهاد جريش، هنشوف ركلة الجزاء أخبارها إيه مدى صحتها. على أي حال إبراهيم نداي المحترف السنغالي في صفوف نادي الزمالك بيضيف في البلاس 45 تحديدا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، بيضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك. وشفنا يعني اعتقد كان في تعليمات واضحه من معتمد جمال بالتصويب خارج منطقه الجزاء على جنش حارس فيوتشر. شفنا اكتر من شوطه هنا على كابتن جنش، وقعت اكتر من كوره من ايده، وشفنا طبعا نداي النهارده بيستفيد من ده وبيدخل الهدف او بيحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. على اي حال النهارده في زي ما قلنا في حالات تحكيميه، معانا الكابتن جهاد جريش الخبير التحكيمي. كابتن جهاد يا صباح الخيرات، النهارده اكيد طبعا في حالات تحكيميه هنستعرضها مع حضرتك. في الدقيقه 12 تقريبا كان في هدف ملغي لفيوتشر، وكمان في مطالبه للزمالك بركله جزاء دقيقه تقريبا 25، والناحيه الثانيه فيوتشر كان ليه برضو مطالبه بركله جزاء. ولنا كده عايزين نستعرض بقى ايه الحالات اللي عند حضرتك كابتن جاد. استاذ رجاء، اولا مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينك، وبقول لكريم رمزي كل سنه وهو طيب وان شاء الله دايما كده بخير وبسلام. عنده 36 سنه دلوقتي الحمد لله.
هنتكلم على حالات النهارده. احنا اولا لازم احيي طارق مالك النهارده مرتين. المره الاولانيه لما رفض اداره مباراه بيراميدز والاسماعيلي، لانه المباراه اللي قبلها على طول كان بيحكم بالاسماعيلي والداخليه، ولما في خطا حصل في تعيينه في مباراه بيراميدز والاسماعيلي هو الراجل اعتذر، لان ده حكم بيحترم نفسه وبيحترم من شغله، وبالتالي لما في خطا يحصل في تعيين انا كحكم بحافظ على اسمي وبحافظ على نفسي، واقول لا يا جماعه انا كنت بحكم الاسماعيلي والداخليه اخر ماتش ليا، وبالتالي مش هحكم بيراميدز والاسماعيلي. وبالتالي لجنه الحكام هتحط في ماتش كبير، ماتش طب انا اسف في المقاطعه يعني، ما ده يدينا برضه علامات استفهام ازاي كمنظومه ازاي نحط الحكم في ماتشين متتاليين للاسماعيلي. لا، الخطا ده اتكرر مع اكثر من حكم، مش حكم واحد اللي معايا الاحصائيات كلها والحكام في ماتشات، في ماتش حكم لعب 3 ماتشات منهم ماتشين لفرقه واحده، في حكم لعب ماتشين لفرقه واحده برضو نفس الماتشين. فبتتكلم ان في اخطاء مكرره من هذا القبيل اكثر من حكم، لكن ما حدش فيهم اتصرف تصرف طارق مجدي. لما طارق مجدي تصرف تصرف صح لازم نشيد بيه ونشيد تصرفه، لان كل حكم لازم يحافظ على اسمه ولازم يحافظ على نفسه. ما تكررش الفريق بسرعه وبعد ماتش او ماتشين، لان ده بيعرضك لضغوط انت في غنى عنها، انت عايز تنزل الملعب تنجح. وبالتالي طارق مجدي لما عمل ده النهارده نزل الملعب، وهنشوف هنتكلم بقى على الحاله التحكيميه ونشوف طارق مجدي عمل ايه النهارده، لان الراجل مركز زي ما ركز في قراره قبل المباراه ان هو يعتذر عن المباراه ما يكررش فيها مع ماتش الاسماعيلي مرتين ورا بعض. فالنهارده كان مركز في ماتش مودرن فيوتشر والزمالك، وهنتفرج على الحالات ونحللها استاذ رجاء مع بعض. طيب، اول حاله معانا هدف ملغي لفيوتشر في الدقيقه 12. تمام، هنشوف مع بعض كده الحاله. اه، زي ما احنا شايفين عاطف النهارده كان منفرد، واعتقد ان هو يعني هنتكلم طبعا على مستوى عاطف في مهاجم طبعا نادي فيوتشر النهارده، بس على اي حال هو ده كان اتحسبت اوف سايد. يس، المساعد الاول محمد محمود لطفي كان واقف في مكان صحيح في تمركز صحيح، سمح باستمرار اللعب، خد القرار واخد القرار مع نفسه ان في تسلل، سمح باستمرار اللعب. ده تعليمات مع وجود الفي ار بتسمح باستمرار اللعب مع في الحاجات اللي هي الطايت اللي هي الدقيقه دي. وبعد ما اللعب خلصت رفع الرايه التسلل، وهنا بقى نستنى حكم الفار يراجع القرار. حكم الفار راجع القرار ولقى ان فعلا يعني لاعب المودرن فيوتشر متقدم بجزء من جسمه وترسمت الخطوط بصوره صحيحه، وبالتالي بنتكلم على الغاء، كان الغاء صحيح. تمام، وتسلل المساعد الاول تسلل صحيح، والميزه في ايه؟ ان هو اتخذ في ارض الملعب، وده مهم جدا للحكام ناخد قرار في الملعب، والحكم الفار بيراجع معاك ويأكد على قرارك او يغير القرار اذا كنت مخطئ في قرارك، ولكن القرار هنا قرار صحيح من المساعد وصحيح من حكم الفار، والغاء الهدف كان الغاء صحيح. عظيم جدا. حاله ثانيه اللي معانا للزمالك كان في مطالبه بركله جزاء. تمام، هي بتتعرض اهي معانا. هو اعتقد دي يعني اللي كان فيه مطالبه بالظبط كده، ان هي كانت يعني نادي الزمالك بتقول ان هو هام نادي الزمالك طالبه بركله جزاء بالظبط، وطارق مجدي بيحتسب ركله ركنيه، هو موجود في مكان ممتاز وشايف كويس. الكره اصطدمت ببطن اللاعب، حتى لو جت في ايده اللي هي الايد الشمال، لسه كنت عايز اسالك، حتى لو كانت جت في ايده، حتى لو جت في ايده اللي هي الايد الشمال دي، الايد دي جوه الجسم مش مكبره الجسم، وبالتالي لا يعاقب عليها اللاعب، لكن هي ما جتش في ايده، هي جت في بطنه. فبرضه حتى لو جت في الايد، الايد دي مش مكبره الجسم، وبالتالي استمر اللعب. كان قرار صحيح من طارق مجدي واحتساب ركله ركنيه ومراجعه صحيحه من حكم الفي ار، مفيش اي خطا في اللقطه دي على لاعب مودرن فيوتشر. يعني تاني حاجه 10 من 10. طيب، في الدقيقه 26 بعديها بدقيقه مباشره في مطالبه بقى لفيوتشر بركله جزاء، هنشوفها مع بعض اهو. كان شبه انفراد، واعتقد داروقه تقريبا اللي طلع لا ده اللاعب التونسي هو اللي طلع الكوره مسلوسي. هو بص، هو المعيار بالنسبه لنا لعب الكوره، مين اللي وصل الكوره ولعب الكوره؟ اللي وصل الكوره ولعب الكوره هو المدافع، وبالتالي بس احنا في معلش يا كابتن، كل الاحتكاك اللي حصل ده كله ايوه بص 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 ايد المسلوسي ورا ده الشده دي يعني تعتبر ايه؟
لا الشد دي انا شديت وسبت، ده ما فيش خطا، لا شديت وسبت ما فيش خطا، اللعب مستمر، انا ممكن امسك وده يمسك شد بعض ما فيش مشكله خالص، هو استمر اللعب بص بعد كده. التيشيرت انا كابتن شايفها جهاد. نمشيها عادي خالص، نمشيها عادي، بلاش البطيء، نمشيها، هو مسك وساب واللعب اللعبه كملت، وبالتالي ما فيش خطا، انا مش حاسب على خطا اللي كده، مش الراجل سابه ما فيش مشكله، ما فيش خطا، وبالتالي استمر اللعب، وبعد كده وصل الكره بصوره صحيحه، وبالتالي الحكم احتسب ركله ركنيه، وكان قرار صحيح طب ان اللعب الكره امتى تحتسب ديا يعني خطأ يعاقب عليه القانون في ال اذا وقفوا اها يعني اذا وقفوا اللاعب وشد الشده البسيطه دي وساب، اذا وقف فيها المهاجم اه ووقعوا او وقفوا ما استمرش اللعب ويعاقب عليها، اه اوكي لكن هو المسكه الخفيفه دي وسيبها ما لا تمام يعاقب عليها واستمر اللعب، كان قرار صحيح من تمام طارق مجدي، وركله ركنيه ده قرار صحيح في اللعبه دي. عظيم جدا. نروح لركله بقى الجزاء المحتسبه لنادي الزمالك، بدا بيسجل منها زيزو الهدف الاول لنادي الزمالك. انا هنا عايز، انا على الصعيد الشخصي يعني، انا عايز اسال سؤال بس، خلينا بس نشوف اللعبه الاول. ايوه هنا بقى في الفار لما يعيد اللقطه دي، بص رجلين المدافع في ما بين رجلين المهاجم، بص اهي، بص ما بين رجلين المهاجم، ما حصلش اعتراض ما بين رجلين المدافع ورجلين المهاجم، يعني هو فقط كان ما بين الرجلين، ولو جبناها من الزاويه الثانيه اعتقد هتبان اكتر. طيب هنتكلم بقى على اللقطه انا عايز التحكيميه. اعرف قانونا ايه. هو اولا الرجل تحت مفيش خطا نهائي، اوكي يعني الرجل اللاعب مودرن فيوتشر، الناس كلها راحت الرجل بص على الرجل تحت، الرجل اللي بين الرجلين دي مفيش فيها خطا نهائي، مش دي ركله الجزاء. التفاصيل اللي انا هكلمك عليها دي هي التفاصيل اللي الحكم حسب عليها واللي حكم الفار راجع عليها. تمام. الركبه اليمين للاعب رقم 27 لمودرن فيوتشر هي اللي راحت، الركبه اليمين ليه راحت لخلف الركبه الشمال للمسدوس، هي دي اللي عملت الاعاقه. كل ده مفيش حاجه. هتلاقي بقى الانصدام اللي حصل او الاهمال اللي حصل من الركبه اليمين للاعب مودرن فيوتشر للركبه اليمين، ايوه هي دي الاعاقه اللي حصلت، هي دي اللي عملت الاعاقه، هي ده الاهمال اللي حصل من مدافع مودرن فيوتشر، وبالتالي من تحت مفيش حاجه نهائي، يعني كل الناس عينيها راحت لتحت. بالظبط. لكن التفاصيل اللقطه التحكيميه لما تبص لها هي دي الاعاقه اللي حصلت، الركبه اليمين لخلف الركبه بتاع سيف الجزيري، هي دي الاعاقه، وهي ده الخطا اللي حصل، هو ده اللي وقعه، هو ده اللي عمل الاعاقه من الاهمال من لاعب فيوتشر. بالتالي بنتكلم من التفاصيل دي، لو مش عند الحكم مش هيحتسب ركله جزاء. طب الحكم حتى لو احتسبها بان هو احساسه انها ركله جزاء، اللي حكم الفار واجب عليه لما بيراجع بيبص لكل التفاصيل، كل الناس راحت عينيها للرجل تحت، وكل الناس اللي راحت عينيها للرجل بالزبط. تحت قالت ما فيش ركله جزاء نهائي، وفعلا انا اتفق معاهم مليون الميه. تحت ما فيش اي اعاقه، ما فيش بس اي هي الركبه في الركبه، هي الركبه دي اللي عملت الاعاقه، وبالتالي الركبه اللي فوق دي الركبه اليمين للاعب مودرن في خلف الركبه الشمال لسيف الجزيري، هي دي الاعاقه باهمال من مدافع مودرن في فيوتشر، وبالتالي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها عن طريق طارق مجدي، ومراجعه صحيحه بحي حكم الفار عليها برضو كمان، ان يشوف التفاصيل دي ويقتنع بركله الجزاء، وما يجيش طارق مجدي يعمل بلبله للقرار، لان كان وارد جدا لو حكم فار ما شافش التفاصيل دي كان يستدعيه، ونعمل اظبط كبير على لعبه ولعبه صحيحه. وبالتالي هو حكم الفار لما خد القرار واتفق مع الحكم هو خد قرار صحيح، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه تم احتسابها نهائي الزمالك. عظيم جدا كابتن جريشه لما يكون في احد يعني حكامنا بالاداء بتاعه بيكون كويس في الارض ملعب، قراراته بتبقى كويسه، عظيم جدا ان احنا نشير اليه ونقول شابو برافو عليك. فده طبعا حاجه يعني لما بتلاقي حاجه يا استاذ رجاء، لما بتلاقي حاجه كويسه استحاله تقول عليها وحش، يعني صحيح. حاجه كويسه او حاجه سواء حكم في الملعب او حكم الفار، لما حاجه ايجابيه هنقول عليها ايجابيه وشيء محترم جدا. انا بقول ده علشان احنا يعني الحكام احنا دائما يعني ما بنلقي كل المشاكل في كره القدم من قدم التاريخ على الحكام يعني، فانا بقول يعني لما بنلاقي حاجه كويسه يعني الحكام في قرارات اكيد بنشد احنا طبعا حاجه مهمه. بص يا استاذ رجاء، احنا بنحلل لقطه تحكيميه، اللقطه اللي بتتكلم مش احنا اللي بنتكلم، احنا في الاخر قدامنا الصوت او لقطه تحكيميه هي اللي بتقول اللي موجود في اللقطه ايه، احنا مجرد ان احنا بنشير اللي موجود في اللقطه، الحكم يطلع على صواب بنقول صواب، الحكم مخطئ بنقول مخطئ، هو ده التحكيم. وده على فكره الحكم المفروض ما يزعلش لما يتم انتقاده، لان لما بيجيد هنقول عليه كويس في الاجاده بتاعته، وده دي عداله وانصاف. طيب في الدقيقه 47 في مراجعه بقى الهدف نادي الزمالك الثاني، خلينا نشوف اللعبه.
تمام. احنا نشوف الهدف هل هو في خطا قبل الهدف، هل في تسلل في الهدف، فلازم نراجع الهدف بكامل مشتبهاته، لان ده اللي بيعمله حكم الفي ار، بيراجع اولا في خطا قبل الهدف، ما فيش خطا قبل الهدف. انت قصدك على ابراهيم النضاي كان متسلل ولا لا؟ ما هو لاحظ بقى لعب مدافع الزمالك اللي لعب عبد الغني لعب الكره الاول، في اللحظه دي كان ابراهيم النضاي مش متسلل، وبالتالي لما تقدم كده والكره رجعت من جنش، المقياس في التسلل لحظه لمس زميله للكره اللي لعب الكره بالهيد. في لحظتها هو كان موجود في موقف سليم مش متسلل، وبالتالي هو لما احرز الهدف هو هدف صحيح، مفيش فيه اولا خطا قبل الهدف، مفيش خطا، ثانيا مفيش تسلل على اللي احرز الهدف، وبنتكلم ان هدف صحيح تم تسجيله لنادي الزمالك. عظيم جدا. اخر حاجه معانا قبل ما ننتقل لخبر، خبر صراحه انا بالنسبه لي خبر طريف جدا وما صدقتوش، اللي هو موضوع الكارت الاخضر. يا جماعه هنتكلم على الكارت الاخضر مع كابتن جهاد جريشان. عندنا نعرف ان في حاجه اسمها كارت احمر وكارت اصفر، اما الكارت الاخضر ده ايه هنعرفه مع كابتن جهاد جريشان. بس قبل ده في هدف ملغي معانا، ودي اخر حلقه، اخر قصدي حاله معانا، الهدف الملغي لنادي الزمالك، اللعبه تتعاد. تمام. عندي نفس المساعد على فكره محمد محمود في المساعد الاول المميز النهارده، عند قرارين الغاء هدفين، وبرضه سمح باستمرار اللعب. وبعد كده تم بعد احراز الهدف الرايه طلعت، ده طبقا لتعليمات بروتوكول الفار. تمام. هو المتمركز التمركز ممتاز، في تقدم من سيف الجزيري بجزء من جسمه، حتى الخطوط لما ترسمت بصوره صحيحه. لما كانت الخطوط، تفتكر يا استاذ رجاء، لما كانت الخطوط ترسم بصوره مش مظبوطه كنا بنقول بالظبط. طبعا النهارده لما الخطوط ترسمت بصوره صحيحه وتم استخدام فيجن عالي لتقنيه الفار، وبالتالي بنشيد باللي حصل، حاجه كويسه والايجابيه بنشيد بيها، وبالتالي القرار في مجمله مساعد، قرار صحيح، مراجعة حكم الفار مراجعة صحيحة، وإلغاء هدف الزمالك اللي هو كان الهدف الثالث إلغاء صحيح. تمام. طيب دي كانت الحالات التحكيمية. عايزين بقى نروح للخبر اللي هو يعني أنا بالنسبة لي زي ما كنت بقول يعني خبر طريف جدا. إحنا نعرف في العقوبات الإدارية في الماتشات، يعني في كارت أصفر وكارت أحمر، ده اللي إحنا اتربينا عليه وعشت عليه. أما حكاية الكارت الأخضر بقى ده ايه؟ ايه يا كابتن جريش حكاية الكارت الأخضر ده؟ بص، هو اجتماع المجلس التشريعي السنوي في اقتراحات بيتكلموا فيها، وفي اقتراحات عشان اي جديد في كرة القدم او التحكيم بيحاولوا يتكلموا فيه. كان من ضمن الاقتراحات اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، ان هو زي كرة الصالات، ازاي ممكن نستبعد لاعب مدة ويرجع تاني، مش كارت احمر يخرج ما يرجعش تاني، لا ده كارت اخضر هو متاح من الحكم عشان استبعاد ده. بقول لها على فكره مقترحات، ولسه مش ما نعرفش التفاصيل اللي ممكن ده ممكن يطبق او لا يطبق. ده مقترح، وممكن ولو هيطبق هيوصل لنا برضو ازاي يتم تطبيقه، ومده الاستبعاد كان بالنسبه لكام، 10 دقائق لازم كان ربع ساعه، الكلام ده كله كلها اقتراحات، زي بالظبط الاقتراح بتاع التسلل، اللي هو لو انت متغطي بجزء من جسمك اي المهاجم هيبقى يسمح باستمرار اللعب، ما فيش تسلل حتى لو جزء صغير من الجسم متغطي، يعني لو رجل متغطيه وجسمك كله تسلل ده عايزين يزودوا الاهداف ويزودوا ويسهلوا مهمه مساعد الحكم ويسهلوا مهمه الفار الموجود. ونفس الكلام هم بيتكلموا برضه في الاجتماع، اتكلموا على اقتراحات تانية زي ان احنا عايزين نزود سلطات وقدرات حكم الفي ار، يدخل في حاجات تانية، يعني في حاجات زي استئناف اللعب اللي كان لا يمكن يتدخل فيها لو في خطا في استئناف اللعب، بيتكلموا عشان تحقيق العداله، حتى لو استئناف اللعب غلط يعني يعني ما فهمتهاش، يعني ايه خطا في استئناف يعني اللعب؟ يعني يعني انت لو بتتكلم، هنتكلمك على جون حصل في مصر هنا، اللعبه بتاع امين عمر، الكره كانت متحركه، واللاعب لعب الكوره وتم احراز هدف للنادي الاهلي وتم الغاء الهدف. حكم الفار لا يمكن له ان يقدر يتدخل في حاله خطا في استئناف اللعب، يعني الكره متحركه، مش من حقك تقول الحكم ارجع الغي الهدف، ده الكره كانت متحركه، استئناف اللعب حكم الفار غير مسموح ليه طبقا لبروتوكول الفار يتدخل فيه. لا هم بيقولوا احنا عايزين نحقق العداله، يعني لو في حتى خطا في الحاجات دي، لو قرنا للركله الركنيه مثلا، مش ركله ركنيه، هي ركله مرمى والحكم احتسب ركله ركنيه، والركله الركنيه دي جت منها هدف، لا يمكن لحكم الفار يتدخل فيها. لا هم بيتكلموا الحاجات اللي استئناف اللعب دي اللي احنا تحقيقا للعداله، ما ينفعش اسجل هدف من ركله ركنيه اساسها ركله مرمى. فهم بيحاولوا يوصلوا للعداله، ده هيكبر دور الفي ار، وهنوصل ان ما بقاش فيه خطا واحد في مليون. انت بتتكلم دلوقتي في اخطاء موجوده، يعني ممكن ركله مرمى تحتسب
والحكم يحتسبها خطأ ركلة ركنية تترفع يجي منها جون تتلعب الركلة الركنية يجي منها هدف استحالة حكم الفي ار يتدخل لان ده طريقة من طرق استئناف اللعب وبالتالي حكم الفي ار طبقا لبروتوكول الفار ما بيتدخلش. هما اتكلموا في ده ان ممكن ندخل حكم الفي ار في حاجات موجودة حاليا في البروتوكول ان هو ما يتدخلش فيها علشان اقرار العدالة. كل دي مقترحات تم مناقشتها لكن الى الان ما فيش حاجه فيهم تم اخذ قرار بتنفيذها باعتمادها. احنا التعديل التسلل ده موجود السنه دي متطبق في دوريات ناشئين في بلاد كبرى بيعملوا تجربه الموضوع الجزء من الجسم لما يكون متغطي استمرار اللعب عشان سياده الاهداف وتسهيل مهمه الحكم المساعد وحكم الفي ار. يعني مش شرط زي ما احنا بنشوف جزء من ايده بره خط التسلل يبقى كده هتحتسب تسلل. لا ما الكلام ده مش هيبقى موجود. الايد بره ده سامع كلام عن جزء من الجسم اللي ممكن اللي ممكن يعاقب عليه اللاعب. فهو الحاجات دي كلها هم دلوقتي بيجربوها على ماتشات ناشئين في دول كبيره زي المانيا زي ايطاليا زي فرنسا بيتجرب فيها ده في ماتشات ناشئين عشان ياخدوا هل هناخد بالقرار ده ونطبقه الموسم الجديد ولا هنكنسله ومش هيحصل القرار ده معانا. فهم الكلام ده كلها مشاورات وكلها مناقشات وفي الاخر ما نعرفش في الاجتماع الجاي هيتم اقرار ايه عشان يطبق الموسم الجديد. ده اللي هنعرفه الفتره الجايه. انا على الصعيد الشخصي يعني كابتن جهاد انا منتظر موضوع الكابتن الكارت الاخضر ده. الكارت الاخضر دي حاجه عظيمه لا جدا. لا هو الحكم استخدمه في مصر على فكره هيبقى معاه حدث انت طبعا والسوشيال ميديا هتشتغل عليه بتاع 3 شهور طبعا. انا هفكرك بس احنا لما كنا اول ما اشتغلنا في الاتحاد الدولي بتقنيه الفي ار اول حكم لعب بيها في ماتش رسمي كان بالنسبه لنا حدث. طبعا اتفرجت كلنا بنتفرج ان اول مباراه تدار بتقنيه الفي ار وفي بطوله فيفا فده بالنسبه لنا حدث. برضه الحكم لو تم اقرار الكارت الاخضر الحكم اللي هيستخدمه اول استخدام ده هيبقى برضه بالنسبه له حدث طبعا. فده خلينا ننتظر ونشوف القرارات توصل لايه لان دي كلها مناقشات والمناقشات ديت كلها ما خشتش مجال التنفيذ لكن هننتظر ونشوف ايه اللي ممكن يدخل وايه اللي في حيز التنفيذ وايه اللي مش ممكن يدخل الفتره الجايه. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن جاد جريشه خبيرنا التحكيم. اشكرك شكرا جزيلا. طيب خلونا نروح بقى يا جماعة النهاردة في رقم 10 هنتكلم على ملف كده لطيف وأعتقد يهم جمهور ومتابعي وعشاق الفارس الأبيض في كل مكان. المدربين المرشحين لتولي نادي الزمالك كمدراء فنيين. طيب احنا عندنا دلوقتي قائمة بأبرز المديرين الفنيين اللي هو تم فعلاً أو في الطريق إن هو بيتم فتح قنوات للتواصل معاهم من قبل إدارة نادي الزمالك. دول أبرز المرشحين. أول واحد هو لويس سييرا وده أبرز المرشحين في الأربعة اللي إحنا هنتكلم عليهم. بيبدأ هو تشيلي طبعا بيبدأ مسيرته التدريبية من خلال قيادته لفريق يونيون إسبانيولا التشيلي. ده كان التجربة الأخيرة ليه كلاعب بينتقل إليه كمدرب بيقود الفريق في 210 مباراة بيحقق الفوز في 92 مباراة بيتعادل في 44 بيخسر 74 بيسجل فريقه 334 بتستقبل شباك فريقه 281 بيحصد مع الفريق الدوري في المواسم 2012 و2013 وكمان كأس السوبر في نفس الموسم. بيتجه بعديها سيرا لتدريب فريق كولو التشيلي بعدها بيقضي في يونيون 5 سنوات وبيتجه لتدريب اتحاد جدة. وده اعتقد اللي متقل السي في بتاعه ان هو بدأ ان هو او ليه خبرة في تدريب الاندية هنا في الوطن العربي. بيبدأ مع اتحاد جدة في يوليو 2016 وحتى 2018 كانت تلك البداية في التواجد في المنطقة العربية زي ما قلنا بيقوده في 63. وعايز اقول لكم كمان كان اتحاد جده ما كانش في الدوري اعتقد الممتاز لو انا يعني فاكر صح هو بيصعد بالفريق للدوري الممتاز في السعوديه. بيقود الفريق في 63 مباراه بيحقق الفوز في 34 بيتعادل في 13 بيخسر 16 بيسجل فريقه 124 بيستقبل شباكه 98. سيارة بيستطيع ان هو بيتوج مع اتحاد جده بلقب كاس الملك مواسم او موسم 2016 2017 وكمان كاس السعوديه 2017 2018 بس هو للاسف لم ينجح في قياده فريق ليحظى لقب الدوري هناك في السعوديه. اخر تجربه ليه كانت مع الوحده السعودي
مستمر في الدوري السعودي، بيخوض فريق الوحده في 25 مباراه، بيحقق فوز في 8، بيتعادل في 7 وبيخسر في 10، بيسجل 32، بيستقبل شباكه 43. يعني السي في اعتقد ان هو افضل حاجه، وهنتكلم طبعا مع خبرائنا النهارده في الصحفيين الرياضيين النهارده ان شاء الله هيكونوا معانا، هنتكلم عن ابرز المرشحين وايه نقاط اللي بتميز كل مدير فني عن الاخر. على اي حال اللي احنا لسه مستمرين مع لويس سييرا المدير الفني التشيلي، اداره نادي الزمالك بدات ان هي تفتح قنوات التواصل معاه. طيب بيفضل طريقه 4-2-3-1، ودي الطريقه اللي هي الزمالك يعني حقق فيها نجاحات كبيره جدا، نجاحاته مع اتحاد جده السعودي بالطريقه دي 4-2-3-1، وكمان مع فريق يونيون التشيلي بينصب تركيز سيارة على فكره تواجد ثنائي، بينصب طريقه اللعب بتاعه على ان يكون في اثنين في وسط الملعب يميل للدفاع، وامامهم ثلاثي من ضمنهم طبعا اللاعب رقم 10 وهو اللي بيعتمد عليه على صناعه الاهداف، وكمان راس حربه صريح بيعمل الفينيشنج للهجمات. ده كان اول مرشح معانا. احنا معانا النهارده ثلاث مرشحين، اول مرشح التشيلي سييرا، المرشح الثاني الالماني فرانكو فودا بيبدا مسيرته التدريبيه من خلال قيادته فريق شتورم جراتس، النمساوي بيقود الفريق في 262 مباراه، بيحقق الفوز في 119، بيتعادل 65، بيخسر 78، بيسجل 402 هدف، بتستقبل شباكه 287. الابرز المحطه الابرز دي في مسيرته التدريبيه للمنتخب النمساوي، بيقود المنتخب في 44 مباراه، بيفوز في 20، بيتعادل في 13، بيخسر 11، بيسجل 74، بتستقبل شباكه 51 هدف. التجربه الاخيره ليه كانت قيادته لفريق زيورخ السويسري في 18 لقاء، بيحقق الفوز في 5، بيتعادل في 3، بيخسر 10، بيسجل لفريقه 26، بتستقبل اهدافه او شباكه 32 هدف. الطريقه المفضله ليه برضه 3-4-1-2، دايما ما بيعتمد على التحولات السريعه في الهجمات المرتده. معرفش هل الطريقه دي تناسب نادي الزمالك ولا لا، هنشوف. طيب هو من مواليد سنه 25 ديسمبر 1962، يبلغ من العمر 60 سنة. زي ما قلنا إن هو بيعتمد على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة. مسيرته التدريبية بقى كمدرب مساعد في منتخب تونس قبل ما ينتقل لتدريب الترجي في 2010، بيخوض الفريق في 35 مباراة، بيحقق الفوز في 22، بيتعادل في 8 وبيخسر في 5، بيخوض كمان منتخب الكويت في 10 مباريات. احنا بنتكلم على التونسي نبيل معلول. طيب احنا خلصنا كلام عن الالماني وفودا الالماني، ودلوقتي بنتكلم على السي في بتاع المدرب طبعا المعروف التونسي نبيل معلول، مواليد 25 ديسمبر، بيبلغ من العمر 60، بيبدأ مسيرته التدريبية كمدرب مساعد في منتخب تونس قبل ما ينتقل لتدريب الترجي في 2010، بيقود الفريق في 35 مباراة، بيحقق الفوز في 22، بيتعادل في 8، بيخسر في 5 مباريات، بيقود منتخب الكويت كمان في 10 مباريات، وبيفوز في 3، أرقام كتيرة على فكرة يا جماعة، في 3 ماتشات، بيتعادل في لقاء واحد وبيخسر 6، بيقود منتخب تونس في 13 مباراة، بيحقق الفوز في 6، بيتعادل في 4 وبيخسر معرفش بيخسر في كم مباراة يا رجالة، خلينا نتابع ده. بيعود تاني لتدريب الترجي سنة 2021، دي كانت المحطة الأخيرة ليه، بيقود الفريق في 38 مباراة، بيحقق الفوز في 22، بيتعادل في 9 وبيخسر في 7. أعتقد أنه كان يعني من أفضل الفترات التدريبية ليه الترجي وقتها لما كان التونسي نبيل معلول هو المدير الفني للفريق. بتمثلت ابرز نجاحاته في قاده طبعا الترجي لحصد دوري ابطال افريقيا 2010 2011، بيتوج معاهم مع الفريق بالدوري التونسي 3 مرات. طريقه اللعب اللي بيفضلها هي 4-3-3. طيب دي كانت ابرز الترشيحات لاداره نادي الزمالك فنيا. ايه اللي هيحصل؟
ده اللي هنشوفه. طيب احنا لسه في اخبار نادي الزمالك، خلينا نستعرض بعض الاخبار كده لنادي الزمالك. مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك هيخضع لفحوصات طبيه جديده في الساعات المقبله عشان يحدد مدى استجابته للتدريبات العلاجيه والتاهيليه اللي بيخضع ليها في الوقت الحالي، عشان نظرا طبعا لاصابته اللي بيعاني منها في وجع في مشط القدم وش الرجل يعني، اللي كان تعرض ليها في مباراه الفريق في نصف نهائي كاس مصر. الدكتور محمد اسامه طبيب الفريق اكد ان التشخيص الخاص باصابه كابتن مصطفى شلبي سليم، علشان يتقال ان في مشكله في التشخيص. طبيب الفريق بيؤكد ان التشخيص سليم، لكن لابد ان اللاعب يخضع لفحوصات جديده مستمره من اجل متابعه حالته بشكل جيد. كمان كان في تصريح لمعتمد جمال بشان اللاعب ان هو عايز يطمن تماما على اللاعب قبل ما يعيد ان هو اعاده اشراكه مره اخرى في المباريات. طيب كان برضو من احد الملفات اللي احنا تابعناها الفتره الاخيره ان الموضوع بحث نادي الزمالك عن لاعب اجنبي تحت السن عشان يتم قيده. خلال الساعات الماضية بيتم عرض من قبل أحد وكلاء اللاعبين، عرض على إدارة الكرة في نادي الزمالك لاعب نيجيري تحت السن، تحديدا مواليد 2003، بيلعب في مركز خط الوسط. وكيل اللاعب بالفعل أحضر اللاعب لنادي الزمالك عشان يشارك في تدريبات فريق 2003، يتم اختباره تحديد الموقف منه سواء هنتعاقد معاه في نادي الزمالك او هيتم توجيه شكر ليه. مصدر اكد لينا من داخل نادي الزمالك في تصريحات لي رقم 10 ان كابتن حسين السيد عضو مجلس الاداره والمشرف العام على قطاعات الناشئين بيوافق على اختبار عدد من اللعيبه الافارقه تحت السن مع فريق 2003، وده توجه جديد في نادي الزمالك كمان هنتكلم عليه باستفاضه النهارده. طيب دي كانت الاخبار اللي كانت معانا حتى الان من نادي الزمالك. ننتقل الى نادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا تابعنا اداء نادي الاهلي مؤخرا، التعادل الثاني على التوالي، ومن ثم كابتن الخطيب رئيس نادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم بيعقد اجتماع النهارده الظهر مع لجنة التخطيط برئاسة طبعا كابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وطبعا حضر الاجتماع ده كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة. وبيشهد الاجتماع بقى مناقشة لكافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات اللي فاتت، على رأسها طبعا أسباب تباين المستوى والنتائج التذبذب اللي احنا لاحظناه في اداء نادي الاهلي مؤخرا، خاصه ان احنا داخلين على محترقات افريقيه محترقات عالميه. الشهر الجاي عندنا كاس العالم للانديه، وبعد كده يعني ما يصار عن فكره حاله التشبع من الانجازات من البطولات، خاصه بعد الانجازات الكبيره في الموسم اللي فات. في عدم تركيز كده عند بعض العناصر في الفريق، الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي مع محبي ومع مشجعه. وشفنا برضو يعني المشادة كده اللي حصلت ما بين أحد المشجعين في نادي الأهلي بعد الماتش امبارح مع سموحة ومع كابتن مارسيل كولر. ده أبرز ما أثير في اللقاء الخاص مع ما بين كابتن محمود الخطيب امبارح أو النهاردة الظهر ولجنة التخطيط. كمان كان في اجتماع مهم النهارده برضه حصل مع كابتن الخطيب ومارسيل كولر المدير الفني، وكان خالد بيبو مدير الكرة كان حاضر في الاجتماع. كابتن الخطيب تحدث بوضوح جدا عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل، عن تطبيق اللوائح العقوبات على الكبير قبل الصغير، فضلا طبعا عن الأسباب اللي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر منه، خاصة زي ما احنا قلنا ان احنا داخلين على محترقات افريقية وعالمية. الموضوع مش لا يتعلق فقط بالدوري المحلي. وكمان كابتن الخطيب في الاجتماع مع مارسيل كولر بحضور خالد بيبو بيشدد على ضرورة اعادة الامور الى نصابها الطبيعي سريعا، وازاي ان مارسيل كولر او ادارة الكورة في نادي الاهلي بتخلق دوافع جديدة للعيبة علشان نادي الأهلي يقدم
ما يليق بالكيان، كيان النادي الأهلي، بقدرات لعيبة النادي الأهلي، وطبعا الجهاز الفني للنادي الأهلي. طيب احنا طبعا هنتكلم باستفاضة مع ضيوفنا النهاردة في كواليس ما دار ما بين كابتن محمود الخطيب وما بين إدارة الكرة في التخطيط في النادي الأهلي، وكمان طبعا مارسيل كولر بحضور كابتن خالد بيبو. لسه معانا أخبار، مستمرين معاكم في أخبار النادي الأهلي. الاتحاد الأفريقي النهارده لكرة القدم كاف بيقرر تعديل موعد النادي مباراة النادي الأهلي والشباب بلوزداد الجزائري بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. المقرر أن هي تقام في القاهرة. المباراة كان محدد ليها يوم 9 ديسمبر، كان يوم السبت يعني. الكاف قرر ان هو يقدم موعد المباراة 24 ساعة. المباراة ان شاء الله هتبقى يوم الجمعة 8 ديسمبر الساعة 9 مساء ما بين الأهلي وما بين شباب بلوزداد الجزائري. من المعروف طبعا ان النادي الأهلي في الوقت الحالي بيستعد لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني. الماتش ده ان شاء الله هيبقى يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري الأبطال. زي ما تابعنا شفنا ان الفريق في الجولة الأولى حقق نتيجة إيجابية على ميديما الغاني بنتيجة 3-0. طيب لسه مستمرين برضو معاكم في أخبار النادي الأهلي، بس هنا لجنة المسابقات بقى في رابطة الأندية المحترفة بتقرر تأجيل مباراة. احنا زي ما تابعنا في الخبر اللي قبليه ان الكاف اعلن تقديم مباراة نادي الاهلي مع شباب بلوزداد ان هو يبقى 8 ديسمبر يوم الجمعة، فده اثر على الماتشات بتاعة نادي الاهلي في الدوري المحلي او في البطولات المحلية بشكل عام. علشان كده لجنة المسابقات برابطة الاندية المحترفة بتقرر تأجيل مباراة النادي الاهلي امام فريق زد اف سي بالجولة الثامنة من منافسات دوري النيل، واللي كان مقرر ليها ان هي تبقى يوم 6 ديسمبر المقبل الى اجل غير مسمى، زي ما قلنا بسبب ان الكاف قدم ماتش الاهلي مع شباب بلوزداد عشان يكون يوم 8 ديسمبر يوم الجمعة. طيب احنا بنحاول ان احنا نجري علشان احنا عندنا اخبار كتيرة النهاردة. طيب خلونا نروح سريعا لنتائج المباريات دوري أبطال أوروبا. طيب ماشي، خلينا نعرضها في دور المجموعات الجولة الخامسة. جلاتا سراي وطبعا مفاجأة كبيرة جدا بيتعادل مع مانشستر يونايتد 3-3. لو أنا فاكر أن جلاتا سراي بيتعادل مرتين مع مانشستر يونايتد، ماتش كبير، ماتش مهم، اهداف غزيره جدا زي ما احنا يعني متعودين على هذا الاداء. اشبيليه وايندهوفن 3-2. بايرن ميونخ تعادل سلبي مع كوبنهاجن 0-0. بنفيكا كمان تعادل ايجابي مع انتر ميلان 3-3. ايه تاني؟ ريال سويسيداد مع سالزبورغ تعادل سلبي. ريال مدريد بيفوز على نابولي، ماتش لسه خلصان من شويه بنتيجه 4-2. كمان سبورتنج براجا بيتعادل مع يونيون برلين 1-1. واخيرا ارسنال ولانس 6-0 لارسنال. طيب تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمباراه مودرن فيوتشر والزمالك، ونطلع فاصل ونرجع بقى مرة تانية مع المحلل الرياضي إسلام علي. كلام كتير جدا عن الفنيات، كلام كتير جدا عن التكتيك في المباريات خاصة في الدوري الممتاز لكرة القدم. نشوف المؤتمر الصحفي ونرجع لكم تاني. الحمد لله ماتش مهم جدا زي ما اتكلمت قبل كده بره مع القنوات، اللي احنا في ماتشات كده بتبقى محتاجه تنقلنا نقله كبيره جدا. ماتش فيوتشر كان من الماتشات دي. لا قدر الله حصل دروب ولا حاجه كان بيبعدنا شويه او بيخلي ترتيبنا اللي هو
يعني مش مكاننا اللي احنا المفروض نادي الزمالك يبقى عليه. اي نعم ان احنا ترتيبنا كان ال 11 قبل المباراه، لكن فرق بيننا وبين المتصدر مثلا ستة بونت تقريبا يعني، او حاجه كده يعني. فعشان كده الماتشات اللي زي دي الثلاثه بونت فيهم مهمين جدا. يعني ال 11 بونت دول خلاص يوصلونا اللي احنا قربنا جدا من المراكز المتقدمه يعني، او المربع الذهبي. وده برضو مش مكان نادي الزمالك. نادي الزمالك اذا كان موجود في اي بطوله فهو بيلعب على البطوله. فاعتقد ان احنا شغالين على الهدف دوت يعني، احنا واللعيبه وفي ظهرنا مجلس اداره، كل الناس بتشتغل عشان تسعد جمهور نادي الزمالك ونبقى في مكاننا الطبيعي ان شاء الله. اقول لحضرتك انا بس الغرض منه مش اللي هو ينقلني المباراه، الغلط مني اللي الغلط منه اللي حضرتك قلت عليه ان انا اريح شباب، مش اللي هو ينقل نقله الشباب اللي هيشتغل 13 دقيقه 14 دقيقه. فانت الغرض الاساسي من اللي الشباب اللي قاعد جنبي اللي هو مش عايز عشان يغير لي ريتم المباراه. انا على قناعتي اللي هو شيكابالا لما يبقى متواجد معايا من البدايه فرصته بتبقى اكتر اللي هو يخش الجيم، لكن انا الهدف الاساسي اللي هو راحت شيكابالا. القرار بتاع وقف اللعيبه ده حاجه تخص مجلس الاداره، مش حاجه فنيه يعني. لا يعني بقى يعني على مجلس الاداره اللي ياخد فيه قرار برضه حتى بعد انتهاء فتره الكيف الايقاف يعني. لكن بالنسبه للكلام مع اللي ما نزلوش يعني، انا كنت بتكلم مع اللي ما نزلوش، لازم اروح لعلاء ولازم اروح لناصر ولازم اروح لحاتم، وانا اتكلمت معاهم قبل بس مع التيم كله، لان انا في وقت من الاوقات انا بختار لك امتى تنزل. فدايما حسابات كل الناس بتبقى عايزه تشارك وكل الناس عايزه تبقى موجوده، لكن بيبقى حساباته غير حساباتي انا بشكل كبير جدا، لان هو شايف اللي هو مثلا سين مش موجود يبقى عليا الدور. لا انا مش بفكر كده خالص، وبالتالي هم لعيبه كبار فلازم يبقوا فاهمين انا بفكر ازاي، عشان انا ما بحبش حد يبقى بعد الماتش متضايق او زعلان اللي هو ما لعبش. لازم افهمه انت ما نزلتش ليه، وتوقيتك امتى في اللي انت اذا كنت انت في الرجوع من المصابه او سليم، وهتبقى موجود امتى في الـ في الـ في بعد كده. لا يعني بيشتغل في الـ بخط متوازي مع الناحيتين، على اساس انت بتشتغل مع فرقه كبيره يعني. اللي بيشتغل مع فرقه كبيره بيبقى عنده ارتاحيه في ان مثلا اجيب عمر ناحيه اليمين او اجيب عمر ناحيه الشمال. فاذا كان اوباما بينزل في نص الملعب او بيلعب تحت الفيرود صريح او بيلعب شادو ستراكر، فالفرقه الكبيره دايما كده بيبقى في عناصر بتحل لك المشاكل اللي عندك، وده بيبقى لعيب مهم جدا بالنسبه لي. فده بنتعامل معاهم بشكل فني الحمد لله، على اساس الاسهل حاجه بقدر اوصل لهم عشان ما اطلبش منه حاجات كتير يهنج مني يعني. فبحاول اطلب منه ابسط حاجه وما اطلبش منهم حاجه كتير، على اساس الحاجه او الحاجتين اللي بطلبهم منه يعملهم لي مثلا 70 80%. مش مستحيل لو طلبت منه 10 حاجات هيعملهم لي بنسبه 70 80%. فبختار اولوياتي في اللي انا في الطلبات اللي انا بشتغل عليها في الناحيه الفنيه حاجه او حاجتين عشان اخد منه احسن حاجه بيعملها. فده بالنسبه للطلبات بتاع او الشغل اذا كان نفسي ولا فني مع اللعيبه. مصطفى شلبي انا كان المفروض اللي هو مع الدكتور اللي هو قرب اللي هو ينزل، لكن الكلام ده طبيعي يا جماعه، لما يبقى في مثلا حاجه بيبقى عنده مثلا مش عارف مش 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 فقير في الناحيه الطبيه يعني، لكن لما يبقى في شرخ اجهادي مثلا من غير ما حد يخش عليا ولا الكلام دوت، من غير ما يبقى مثلا عنده من كتر الجري بيبقى في شرخ اجهادي مش باين. فالحاجات دي طبيعيه جدا، مش عايز تاخد اكتر من حجمها. دكتور محمد اسامه دكتور كبير جدا ما شاء الله، بيشتغل بشكل هايل مع الاولاد، وده بيحصل في اي فريق. لو انت مثلا تبقى انت خلاص نازل على يعني او واخد معاد اللي انت قربت تنزل، وتلاقي حاجه تانية اللي بنت لك او الاصابه اللي اتكررت تانية او ما لحمتش بشكل شبه كامل يعني. فالدكتور بيبقى مش عايز ياخد ريسك على نفسه ويديني اللعيب بدري. لو اداني اللعيب بدري ما ممكن يتعور تاني يخسره بفتره اطول،
فدكتور محمد اسامه شغال على ان هو لو اداني لعيب لازم اسلم 100%، وانا بطمنكم يعني الدكتور محمد اسامه شغال على اكمل وجه مع الفريق. يعني هو حس بشويه دوخه بعد اللي انت عارف الخبطه في ال لا 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 ما اعتقدش يعني، ما مش 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 متاكد قوي، لكن هو كان عايز ينزل. فبرضه زي ما قلت في الكلام اللي قبل كده، دكتور محمد اسامه شاف اللي هو مش سليم 100% او في سن الدوخه، ففضل اللي احنا ما يكملش، لان كان برضه فاضل دقيقه، فمش هنخاطر بيها عشان خاطر دقيقه. يعني عندنا يوم زياده شويه خطيب، يعني ان شاء الله نقدر نريح الولادة بأكمل على أكمل وجه، على أساس برضو قفلنا باب بقى الدوري ونبتدي نركز في الكونفدرالية، لأن احنا برضو عايزين نرجع في الكونفدرالية، اللي احنا مش نمشي على سطر ونسيب سطر يعني. فإن شاء الله نركز على الماتش سوار الغيني، على أساس يبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، بس 6 بونت نبقى ماشيين كويس في الكونفدراليه ان شاء الله. ما كانش يومنا النهارده، لعبنا بشكل سيء، ما لعبناش بشكل كويس في الملعب، فلعبنا نكيل كماش ترينامش، وضيعنا كتير جدا، واهدرنا اللي احنا الفرص اللي كانت متاحه بالنسبه لنا اللي احنا كنا متمرنين عليها خلال الفتره اللي فاتت، وباسي وجوج فيرتيكال، ان احنا كنا بنلعب بشكل امامي. E perdemos muito espaço, muitas vezes perdemos a bola, vezes demais. E foi um jogo que não foi um dia bom para nós, foi mal. E perdemos, sofremos 2 gols, num penalti. E num canto muito, penso que muito, muito estúpido da nossa parte. الدفاعات بتاعتنا النهارده كان غياب وعي تماما في الدفاعات بتاعتنا. مش نوش جامش كنت اشكنت اشلا. لكن احنا لعبنا في وقت من المباراة باتنين راس حربة. يل ساب كي para jogar com dois pontas de lança عشان نلعب باتنين راس حربة tu tens que ter outro tipo de equipa. لازم يكون عندك. Nós jogamos nos últimos tempos porque fizemos um futebol quase direto. انت هتعتمد عليهم. لكن احنا في نهاية الشوط الثاني كان عندنا اللي هو روح من التضحية اللي احنا عايزين نعمل اي حاجة عشان نعوض التأخر في النتيجة. Quando substituímos, quando tiramos um jogador de posse para pôr um jogador de agressividade ofensiva no 9,5. Ficamos com 9 e o 9,5. E لكن احنا غيرنا نص ملعب وكذلك جناح علشان عايزين نخلق فرص هجومية أكتر بالنسبة لنا قدام. Se nós dermos, como demos no final, dois pontas de lança a eles, só que eles querem, porque eles têm defesas muito fortes. واحنا اضطرينا ان احنا نلعب باتنين راس حربة. Não foi por isso que a gente perdeu. علشان الدفاع بتاع نادي الزمالك قوي جدا، واحنا كنا بعض الشيء كنا عايزين نخلق ثغرات في نهايه الشوط عشان نقدر نسجل منها. Eu enquanto ele estiver aqui conosco, se ele justificar jogar, joga. Eu não tenho nada a ver com isso e tampouco alguém me disse que o Álvaro Kamal vai sair. Sei porque hoje a imprensa e as pessoas a falarem, mas ninguém me disse o Álvaro Kamal vai sair. Como ninguém me disse em concreto que o Álvaro Kamal vai sair. عشان تبرفيتو حتى اوتيم مينوت كيو تيفير اكي. وعايز يقول ان الامر ده ما يخصهوش، يخص مجلس الاداره. تمام، هو مع عمر لما جه هنا كان عمر كان موجود وبيلعب، بيطلع كل ما عنده، كل دقيقه بيلعب معانا بيساعدنا والكلام ده كله، لكن هو يتمنى ان هو يكون معاه موجود لحد اخر دقيقه. هو رجعنا لكم تاني يا جماعه. موضوع تحليل الاداء بشكل عام يعني في العالم هو مفهوم جديد دخل سوق الرياضة، وهنا كمان في مصر دخل سوق الرياضة هنا في مصر بشكل يعني مستحدث. اسلام علي الخبير التحليل الرياضي، برحب بيك في رقم 10. اهلا بيك يا استاذ رجاي، وان شاء الله باذن الله نقدم حلقة تعجب الجمهور وتنال استحسانهم ان شاء الله. انا متأكد من ده. طبعا عايزين نتكلم عن اداء النهاردة الزمالك، اداء فيوتشر في ماتش النهارده، وكمان عايزين نستعرض برضو تحليلك لاداء بعض اللعيبه، هنستعرضهم كده بشكل سريع. بس تمام. قبل الاثنين دول عايزين نتكلم على الكونسبت او المفهوم بتاع محلل الاداء. تمام. في البدايه لازم نقول ان كره القدم في العالم اتحولت لصناعه. الصناعه يعني ماركتنج، يعني فلوس، يعني عشان تسوق لها بشكل كويس لازم تكون منتج متكامل زيها زي بقيه المنتجات اللي بيتم صناعتها عالميا. وقبل ده كله تحولت لعلم. مش بس تحليل الاداء هو اللي اصبح حاجه جديده في كره القدم، بالعكس تحليل الاداء
اصبح دلوقتي حاجه قديمه شويه، ان المدربين في الاجهزه الفنيه بتاعتهم بيستخدموا ناس متخصصين في الضربات الثابته. انديه كبيره في اوروبا زي ارسنال، زي توتنهام، زي ريال مدريد، غيره وغيره، كلهم بيجيبوا مدربين متخصصين في الضربات الثابته. انا عايز اقول لك فيهم بيجيبوا مدربين متخصصين في رميات التماس، بس دول بيجوا زي بار تايم تقريبا، زي ليفربول تقريبا. وشفنا قد ايه ان الناس دي بتقدر تستفاد من الحاجات دي في المستقبل. انت النهارده مثلا الزمالك على سبيل المثال، النقله دي انت بتقارن اللي بيحصل بره بجوه؟ ما انا هقول لك واحده واحده شويه. ما احنا بدانا نستفاد من القصه دي. الزمالك في الفتره دي اخر تقريبا 3 ماتشات سجل من 4 اهداف من ضربات ثابته. الكلام رايح في الاتجاه ان الزمالك في واحد من تيم محللين الاداء متخصص في السيت بيسز. وشوف انت النهارده استفاد قد ايه. استفاد النهارده جاب جون، وفي ماتش ابو سليم جاب جون، وفي ماتش تقريبا بيراميدز نفس القصه. فشوف على المدى البعيد انت نفسك الارقام نفسها بتاع الفريق بتستخدمها بشكل كبير ازاي. ده حقيقي زيها بالظبط كتحليل اداء. تحليل الاداء حاجه مهمه جدا، واصبحت جزء لا يتجزا من منظومه كره القدم ومن التكنيكال تيم بتاع المدير الفني. لو انا عايز ابقى محلل اداء، يعني بيبقى في مثلا كورسات، في برامج تدريبيه عشان اكون محلل اداء معتمد؟ طيب خلينا نتفق، في مفيش حاجه اسمها معتمد او غير معتمد، لان مش زي رخص الأداء. مش زي رخص التدريب اللي موجوده دلوقتي في العالم. انت دلوقتي عشان تبقى مدرب بتاخد رخص خاصه بالاتحادات والاتحادات القاريه او المحليه او غيره. انما تحليل الاداء هي في البدايه هي موهبه موجود لها كورسات، موجود لها كورسات، والكورسات بتاعتها منتشره في اماكن كتير. برشلونه نفسه وفر الكورسات بتاعته، انديه كتير في اوروبا وفرت الكورسات بتاعتها، بتتاخد بمقابل مادي اونلاين او بيبقى حضوري في الاخر. بس طبعا في البدايه هي حاجه خاصه ان انت تكون راجل موهوب في القصه دي، عندك عين بتقدر تشتغل على النقطه دي بشكل كويس. بس طيب خلينا نتكلم بقى سريعا على النهارده ماتش الزمالك وفيوتشر. شفت اداء نادي الزمالك ازاي؟ شفت اداء نادي فيوتشر ازاي؟ طيب خلينا في البدايه نقول ان الماتش ما كانش على مستوى الحدث. فيوتشر والزمالك اخر سنتين، او فيوتشر اخر سنتين هو نادي من انديه المربع الذهبي، من الانديه اللي بتروح تعمل ماتشات قدام الاهلي والزمالك بشكل كويس، وبيكون ند اليوم. نادي مصري موجود في الكونفدراليه اخر سنتين. فده اللي المفروض كنا نفسنا نشوف حاله احسن من كده. خلينا نقول في البدايه فيوتشر نفسه بيلعب ازاي. اخر ماتشات في الدوري ان الراجل في فيوتشر بيستغل او بيتارجت دايما ان هو يفضي المساحات على الاطراف. عشان يعمل كده كان دايما بيجمع اللعب في عمق الملعب، وتقريبا احنا معانا فيديو بيتكلم النقطه دي. كان فيديو فيديو ماتش الزمالك فيوتشر وانبي. هنبص هنا فيوتشر وانبي. فيوتشر وانبي تمام. بص هنا، بص نستوب هنا شويه، نستوب هنا شويه. ماشي شوف هنا الباكين واقفين فين. الناحيه دي والناحيه الثانيه خالص. الباكين او الوينج الناحيه الثانيه والباك هنا فين. هو الراجل في فيوتشر بيتارجت ان هو يفضي المساحه على الاطراف. هنمشي اللعب عادي خالص، ماشي اللعب. شوف الراجل عمر كمال بيطلب من الراجل يروح فين، بيطلب هنا. شوف الراجل بيتحرك في قلب الملعب. هنا كل التارجت بتاع الراجل ان هو يجمع لعب في قلب الملعب عشان يفضي طرف من الاطراف. طريقه اللعب ده واسلوب اللعب دي، شوف هنا حاول يحط في المساحه الفاضيه، ولكن المدافع كان قاري اللعب اللي هو علي فوزي مدافع انبي. هيدور اللعب تاني. هنمشي اللعب وندور تاني. ماشي، ممكن نمشي اسرع شويه. فهو لازم نعرف هنا ان الراجل، بص شوف بيحاول، الراجل نزل عشان يسحب مع مدافع، المدافع ما نزلش معاه. تاني هينزل تاني، هيحاول يدور. احنا عندنا مشكله شويه، برضه الراجل نزل عشان يسحب حد معاه، ما حدش نزل معاه. فهو التارجت في النهايه، ماشي خلاص ممكن خلاص تمام. هو التارجت في النهايه ان هو دايما كان بيجمع اللعب في قلب الملعب في عمق الملعب علشان يسحب حد من المدافعين، وبالتالي المساحه تفضى على الاطراف للباكين اللي هم طايرين. هل ده بيعمل مشكله؟ وعنده حل، يعني هو حل هجومي كويس جدا، بس في نفس الوقت دفاعيا بيعمل له المشكله. ايه هي المشكله اللي هو الراجل بيعملها له؟ ممكن هنشوفها في ماتش انبي طبعا تاني. طيب التحولات ماشي، بس انا عايز قبل ده عبال ما الرجاله تجهز الفيديو، هو اصلا بيعتمد في طريقه لعبه فيوتشر على طريقه لعب ايه؟ هو بيلعب 4 3 3 او 4 2 3 1 في خلال الماتش اللي فات. عشان النهارده عايز اتكلم عليه على الموضوع ده. النهارده لعب 4 5 1 5 1 ده دفاعيا، دفاعيه بحته. دفاعيه بحته. طيب ماشي، خلينا نشوف
الحاله طيب معانا في الـ في الـ في, الـ في التحولات الدفاعيه عند فيوتشر دايما بيحصل مشكله. المشكله دي هنوقف هنا. بص هنوقف هنا. بص هناك علي فوزي اللي هناك ده اللي موجود هناك ده علي فوزي الباك بتاع امبي. طيب هو دايما عنده مشكله انه هو دايما في العمق عامل زحمه ولكن بينسى الاطراف بشكل كبير جدا. لان الارتداد بتاع لعيبته دايما كل اللعيبه دايما راجعه من العمق لان الوينجات هو الوينجات بيحاول يضم الوينجات لقلب الملعب ولاعيبه نص الملعب بيحاول يضمهم لقلب الملعب علشان يفضي مساحه على الاطراف عشان يفضي مساحه على الاطراف. طب ما بيحصل عليه تحولات. التحولات لما بتحصل عليه الارتداد بتاع اللعيبه بتاعته دايما بيحصل في عمق الملعب وبالتالي الاطراف عنده بتبقى مستباحه بشكل رهيب جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. هنبص هنا نشوف المساحه قدامنا هناك فين عند علي فوزي ولكن طبعا الباص ما طلعش زي ما هو متوقع. احنا عندنا ازمه شويه في مصر. اللعيبه دايما عندنا حاجه اسمها سكان. السكان ده اللي هو السلوك الاستكشافي بتاع لعيبه كره القدم ان هو دايما اللعيب بيبص حواليه بيحاول ياخد المعلومه عشان لما يستلم الكره يبقى عنده دايما المعلومه جاهزه او القرار بتاعه يبقى جاهز ويبقى اقرب للصواب. انما احنا عندنا مشكله في مصر وده الفرق. سكان دي اللي بيبرع فيها واللي عمل مدرسه فيها ليونيل ميسي طبعا. طبعا ليونيل ميسي وطبعا الاشهر فيها كان تشافي هرنانديز وفرانك لامبرت. فاحنا عندنا مشكله في مصر كبيره جدا ان القرار دايما بطيء وتحريك وتدوير الكره بطيء بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب. بس احنا عندنا دي طيب حاجه الحاله دي لما بيكون فيوتشر بيهاجم وانا يعني ملاحظ حتى في الانديه باستثناء بيراميدز يعني حتى الانديه اللي هي ادائها كويس جدا في يعني جدول الترتيب بتاع الدوري لما بتلعب قدام النادي الاهلي او نادي الزمالك بيتحولوا في طريقتهم الى طريقه دفاعيه بحته تمام. حتى المدير والمدراء الفنيين اللي هم يعني بيعتمدوا على الطرق الهجوميه او الطرق المتوازنه بين الدفاع والهجوم بيرصصوا اللعيبه كلهم في منطقه الجزاء. ليه احنا عندنا نفس الكونسبت ده احنا 2023 يعني ليه لغايه دلوقتي احنا مدراء الفنيين بيلعبوا بالطريقه دي؟ ده تلخص تحت بند واحد الهويه. احنا للاسف الكره في مصر بنفتقد لبند الهويه. محدش عنده هويه خالص بيلعب بيها. بمعنى الانديه في اوروبا دايما موجود عندهم هويه من اصغر تيم للفيرست تيم دايما في سيستم واحد بيمشي على الكل النادي كله بيلعب بيه. ولكن احنا عندنا في مصر بند الهويه ده مش موجود تماما. مثلا لو رحنا لانجلترا هنشوف برايتون قدام تشيلسي زي قدام مان سيتي زي قدام نوتنغهام فورست هو نفس السيستم اللي الراجل بيلعب بيه عشان هو عنده هويه. الهويه دي بناء عليها بيختار البروفايلات بتاع اللعيبه بتاعته. ولكن عندنا في مصر البروفايلات مختلفه. هتلاقي مدافع بيلعب بستايل غير لعيبه نص الملعب. احنا عندنا ازمه كبيره جدا والازمه ان انت مفيش مدرسه ثابته في الانديه بالتالي بتختار عليها المدير الفني. هل في نادي في مصر بيختار مدير فني بناء على الهويه بتاعته ولا لا؟ مفيش. يعني مثلا السنه اللي فاتت تاني هل في مدير فني هل في نادي في مصر بيختار مدير فني بناء على الهويه؟ ما اعتقدش. السنه اللي فاتت راح البرتغالي نونو الميدا اعتقد من فاركو. الراجل كان بيلعب زون ديفنس وبيلعب على التحولات. الطبيعي ان انت نادي اقلت المدرب ده الطبيعي ان انت هتجيب راجل يلعب على نفس السيستم اللي اللعيبه حافظاه مؤقتا على لحد نهايه الموسم. راح جاب كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال راجل بيلعب على استحواذ اكتر بيحب الكره الهجوميه اكتر خلاف على هويه خلاف الهويه او السيستم اللي اللعيبه كانت بقى لها سنه ونص دي مشكله بتتمرن عليه. دي مشكله اداره لجنه التخطيط يعني مشكله في اداره اداره عموما يعني دي مشكله اداره بشكل كبير جدا وازمه هتفضل في الكره في مصر لحد ما كل الانديه تبدا تعمل لها سيستم. وادي دجله هو تقريبا النادي الوحيد اللي في اخر كام سنه هو اللي كان عامل سيستم من اصغر فريق لحد الفيرست تيم. ولكن هو كان بيدفع الثمن في النهايه ان هو راجل الفرقه بتستغنى عن نجوم الفريق فهبط في النهايه. بس انا اعتقد هو ده يعني ده كان التارجت بتاعه ان هو بيعمل مفرخه للعيبه بس مش بالشكل ده. يعني افضل اللعيبه طالعه من وادي دجله بالظبط يعني بالشكل ده. مش هتلاقي فريق في اوروبا الانديه في اوروبا في انديه عندها التارجت ده بس مش هيطلع 6-7 لعيبه كل سنه بس فدي ازمه كبيره جدا. هنروح نشوف الزمالك عمل ايه في الموضوع ده. تمام. الزمالك بقاله ماتشين عنده مشكله كبيره جدا وهي ازمه الفرص. في ماتش ابو سليم الليبي الزمالك كان عنده ازمه فرص تقريبا لحد كره الجون بتاع اوباما. الزمالك ما عندهمش ولا محاوله اون تارجت النهارده لحد كره الجون الاولاني انها البنالتي. الزمالك ما حاولش. المحاولات كلها صعبه جدا مفيش فرصه تحسب عليها فرصه صعبه وفرصه قويه ودي ازمه كبيره جدا سببها انتشار بتاع لعيبه الزمالك النهارده. الزمالك انتشار بتاع لعيبه الزمالك ولا للاسف برضو احنا بنتكلم على النهارده شفنا مدير فني لمودرن فيوتشر برضه هي نفس الشيء هي دي نفس المشكله. طيب بص كام واحد في نص ملعب فيوتشر
بالظبط. وده طيب. ده يعني على طيب. ده الريتم المباراه 90 دقيقه. هنقول حاجه كويسه جدا في الفتره بتاعه طارق حامد وساسي، كانوا اتنين بروفايل مختلفين بيلعبوا جنب بعض في قلب الملعب في عمق الملعب. طارق حامد راجل بيقطع كوره اكتر، بيغطي مساحه، استرداد السريع للكوره كان متميز فيها. ساسي كان نفسه هو الراجل هو اللي بيعمل اعاده تدوير للكوره، وبعد اعاده التدوير كان بيقوم بدوره بمهاجم تاني، كمهاجم تاني او كصانع العاب، كنا بنشوف ده بشكل كبير جدا. ارقامه نفسها بتتكلم عن كده. كل السكند بول في الفتره بتاعت الاثنين كان الزمالك ضامنها بشكل كبير بشكل مش طبيعي. ساسي ليه جوان كتير مؤثره، منهم جون في الرجاء المغربي، جون اللي جابه في الاهلي، جون التعادل في اخر سنه ليه في الدوري. موجود عشان الاثنين بروفايلز مختلفين. انما النهارده الزمالك بيلعب باثنين بروفايل شبه بعض جدا، اثنين عندهم ستايل دفاعي اكتر، اثنين عندهم التدوير الكرة ما عندهمش بساطة اللي بتكسر خطوط بشكل كبير سواء روا او سواء دونجا. هنبص هنا الكرة عمال تتحرك عمق الملعب، الزمالك ما حدش بيتحرك في عمق الملعب عشان يفتح المساحه. ممكن نرجع للكرة دي من الاول في الشكل نفسه. بص شوف كام لعيب موجود في المنطقه فين، هنا الكرة هتطلع فين، هنا مين اللعيب اللي عنده المسؤوليه يقدر ياخد المساحه دي. وبالتالي الكرة التحولات في الزمالك بتتعمل بشكل بطيء جدا. التحولات هقول لك المساحه هنا، تخيل الكرة هنا عشان توصل الناحية التانية، هي موجودة هناك اعتقد مع دونجا، عشان توصل الناحية دي هي محتاجة باص واحد بس، الراجل يرفع عينه. في ماتش سوار الغيني اللعب دايما، في ماتش ابو سليم الليبي الماتش اللعب الشوط الاول بالكامل اللعب مايل ناحية الشمال، محتاجين عشان ننقل الملعب الناحية التانية محتاج باص واحد بس، ومع ذلك الكرة بتعدي على 3-4 لعيبة بتدي الخصم فرصة انه يبدا يعيد تنظيمه تاني. وشوف هنا الكرة يعني عشان تعدي هنا، متخيل الباص واحد خد قد ايه وقت؟ هنمشي اللاعب نشوف شاب الكرة، محدش عنده المسؤولية، المسؤولية بس وعمق الملعب المنطقة اللي هو فيها الحكم دي المفروض يبدا يتحرك فيها سيف الجزيري او لعيب تاني. لسه كنت عايز اسال على سيف الجزيري، سيف الجزيري وعودة مشاركته شايفها كان ليها مردود ايجابي مع الزمالك ولا ايه؟ بص انا هقول لك حاجه، سيف الجزيري هو من اللعيبه اللي هو دايما بيتميز باللعيب اللمسه الثانيه، يعني سيف الجزيري في الماتشات اللي زي دي هيبقى صعب شويه لانه بيحتاج دايما لمستين عشان الكنترول بتاع الكره يبدا يتظبط. في الماتشات اللي زي دي انت بتلعب فريق متكتل بشكل كويس جدا. يعني ايه اللمسه الثانيه؟ هقول لك الجزيري دايما عنده مشكله في اللمسه الاولى. بمعنى مش هيعمل كنترول بتاعه من اللمسه الاولى. لازم ياخد الاولى والثانيه. طيب في حاجه تاني، انت في ماتشات محتاج ان الراجل ده تلعب على الثيرد مان، الثيرد مان اللي هو الراجل المهاجم ده لازم يبقى يعمل من لمسه الراجل اللي جاي في وشه عشان تطلع الوينج اللي بيتحرك في المساحه اللي هو بيسيبها. هو الراجل الكنترول بتاعه من اول لمسه مش بيحصل، فدي ازمه كبيره جدا. اعتقد ان ناصر منسي في ماتشات كتير ناصر منسي لازم ياخد فيها، خاصه ان ناصر منسي هو المهاجم الوحيد في مهاجمين الزمالك الثلاثه اللي هو بيعرف يلعب بالهيد كويس. انت كنادي الزمالك عمال ترفع اوفرات، يعني النهارده انت اتزنقت مش عارف تعمل فرص، عمال ترفع اوفرات. الاوفرات دي هتيجي ازاي وانت ما عندكش مهاجم يقدر اصلا؟ طيب احنا شفنا برضو تسديدات النهارده سيد زيزو النهارده عمل بالظبط. هو ممكن نرجع للكره اللي فاتت. الكره اللي فاتت نفس الـ نفس التسديده هي دي اعتقد الكل. لا بالظبط هي دي. شوف هنا، بس هنقف هنا نقف هنا نقف هنا. ماشي ممكن نرجع تاني. هو وسع نفسه، نرجع تاني قبل ما يوسع نفسه. ممكن نرجع تاني هنشوف مين اللي واقف هناك. ده اقصى الناحيه اليمين خالص، ده محمد طارق. شايف المساحه نفس الكره تقريبا بتاعه ماتش ام بي اللي احنا اتكلمنا عليها. ومع ذلك الزمالك مكشوفة. ما استخدمناهاش لان هنا زيزو بيحاول يشتغل مع نفسه، ما بنحاولش نستخدم الباكات كتير. طب ليه ما حاولناش نستخدم الباكات كتير؟ النهارده اعتقد كابتن معتمد جمال كان يهمه في المقام الاول ان هو ما يلبسش الجول الاولاني. فهيتعامل معاه ازاي؟ اعتقد انه ثبت الباكات او ادى الباكات مهام دفاعيه اكتر علشان الوينجات بتوع مع ان احنا شفنا دائما وابدا مهاجم فيوتشر احمد عاطف. هو على طول وحده في الدفاع بالزبط. حتى ما فيش اي مسانده من خط الوسط. هو كان يعني في تحسب، انا اعتقد هو كان في تحسب ان كابتن من كابتن معتمد ان هو خايف من اللقطه اللي احنا جبناها دي اللي احنا شرحناها. بالظبط، ان هو ان الوينجات يبدا يتحرك عشان يسحب حد ويفضي المساحات. فكان في كام لقطه المفروض ما شفناش فيها عمر جابر واقف فين. الناحيه الثانيه محمد طارق. محمد طارق لو واخد خطوه فوق اكتر كان ممكن ياخد الكره فضايه احسن. ومع ذلك برضو الناس وزيزو حتى زيزو نفسه وسيف الجزيري ما عندهمش معلومه ان الراجل واقف موجود فين. بس فشوفه وكملها زيزو الصراحه ولا اروع. ولا بالزبط. اروع بالظبط. انا الستايل بتاع سيد زيزو. وعايزين هنتكلم عن اللعيبه، بس من افضل الناس اللي هي اللعيبه اللي مستواها ثابت طبعا ممتاز. شوف انا هرجع لزيزو هنتكلم فيه ليه. شوف نفس القصه، المساحات برضو بتحصل اطراف الزمالك ما استغلاش لان الزمالك ما كانش بيهاجم بالعدد الكافي. الاثنين الديفندرات ما حدش فيهم بيكمل الزياده الهجوميه. على عكس الفتره بتاعت ساسي وطارق حامد، كنا ساسي دايما بنشوفه جوه منطقه جزاء
الخصوم بس. طيب يعني انا قيل لي ان احنا فاضل لنا دقيقه 25 ثانيه عايزين نستعرض سريعا اسماء لعيبه سواء الاداء بتاعهم كان متذبذب او الاداء بتاعهم كان ثابت، وعايزين ايه يعني نشوفهم كده سريعا. مبدئيا من الاهلي حسين الشحات، احيانا المستوى بتاعه بيبقى متذبذب، احيانا بيبقى رائع جدا، واحيانا ما بيبقاش نفس المردود. اعتقد احيانا اللعيب المصري دايما عنده ازمه التشبع. ودي مشكله كبيره جدا. اتكلم عليها النهارده كابتن محمود خطيب في الكلام. دي ازمه مش طبيعيه، وازمه اللعيبه فعلا في مصر بيحصل لهم تشبع من كل حاجه، احيانا تشبع من البطولات، التشبع من الفلوس نفسها بيحصل. ده ينسحب على احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ماله؟ احمد عبد القادر عنده تذبذب بقاله سنتين. مفيش اسباب. اللعيبه ما بتحاولش تطور من نفسها. ده مشكله كبيره جدا، عكس الجيل بتاع ابو تريكه وبركات والناس دي. تحس الناس كانت فعلا نازله جعانه كوره، عايزه تعمل حاجه كل يوم دايما. بس عندهم بنفس الجيل يعني، انا شايف مثلا محمد عبد المنعم واداء الله اكبر ما شاء الله ولا اروع. عندنا مين طبعا امام عاشور هو لسه منتقل حديثا للنادي الاهلي، برضو اداء ولا اروع، ولا وان كان يعني يقال ان هو شويه جوزائي في موضوع الاداء يعني. طب خلينا ناخد نقطه محمد عبد المنعم الاول. محمد عبد المنعم من اللعيبه طبعا، من المدافعين اللي قليلين جدا بيعدوا على مصر. قلنا ان من فتره ابراهيم سعيد بعدين حجازي كان عندنا ازمه ان المدافعين اللي بيلعبوا برجلهم كويس وعندهم وعي رهيب جدا ان هو محمد عبد المنعم من اللعيبه دي. ولكن الحقيقه برضو محمد عبد المنعم محتاج يبقى يليد نفسه اكتر من كده، خاصه ازمه الستوري اللي اتعملت قبل ماتش سموحه. انت عندك ماتش مهم وعندك تلاحم ماتشات وداخل على امم افريقيا، فالولد نفسه بعيدا عن اداء جوه الملعب بدا يحط نفسه في مشاكل بره الملعب ممكن تاثر عليه مستقبلا. لازم يليد نفسه اكتر من كده، ولازم يكون متعاقد مع حد هو اللي يلد له حياته اكتر من كده. كلمه نص سيد زيزو. نتاج التاسيس. يعني ده محتاج حلقه كامله ان احنا نتكلم فيه عن نتاج التاسيس. طبعا احمد سيد زيزو نتاج التاسيس. احمد سيد زيزو اتاسس في واحده من اكبر الاكاديميات في افريقيا المتخصصه في تاسيس اللعيبه بشكل قوي سليم، مش تاسيس كرو بس، تاسيس مينتاليتي بشكل كبير جدا. زيزو في عز الازمات اللي كانت بتحصل وفي عز الكلام على التجديد التعاقد او غيره، زيزو ما شفناش ليه مشكله، ما شفناش ليه غياب، ما شفناش ليه غياب عن تمرين، ما شفناش الراجل كان متاثر في بنتيجه ده جوه ماتش من الماتشات. ده نتاج التاسيس بشكل سليم، وده نوعيه من نوعيات الاكاديميات اللي لازم تنتشر والادارات المصريه لازم تستغلها او تستخدمها في قطاعات المشي. هنتكلم على المفهوم ده بس للاسف ضيق الوقت يعني. بشكرك شكرا جزيلا محلل الاداء اسلام علي، بشكرك شكرا جزيلا. ما هنروح فاصل نرجع تاني بقى مع النقاد الرياضيين كابتن احمد عادل، كابتن محمد ذكر، وكمان كابتن محمد مصلوح، نتكلم عن الاهلي والزمالك ومنتخب مصر. ارجوكم ابقوا معنا يا جماعه. انا قاعد بسمع في حصريات عن فتوح ومصيره ووقع فين، حصريات عن عمر كمال، وكمان حصريات اخرى وكواليس هنعرفها مع زملائنا المشرفين ناقد الرياضي احمد عادل. برحب بحضرتك. ناخد رياضي الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. محمد اللي ذكر برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك وتحياتي ليك. وكمان محمد مصلوب بحضر برحب بحضرتك في رقم 10. طيب احنا عندنا بقى كواليس وعندنا اخبار وعندنا حصريات، نبداها بايه؟ باجتماع النهارده محمود كابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط في نادي الاهلي، وكمان مع مارسيل كولر على يعني الاداء اللي هو والمردود اللي مش كان طبعا على مستوى الجماهير ومش على مستوى اداء النادي الاهلي واسم نادي الاهلي. النهارده في كواليس معاك. اكيد طبعا. النهارده الاجتماع كان سمر حوالي 220 دقيقه ما بين كابتن خطيب ولجنه التخطيط، وبعد كده كولر لما عشان النهارده كان الفريق راحه قبل السفر بكره لتنزانيا. الاجتماع شهد ان كابتن خطيب وجه انتقاداته لكولر بسبب ان الاهلي خسر بطولتين في اقل من 45 يوم. انتقادات لكولر. لان الاداء انت خلاص مفنش الموسم اللي فات 5 ألقاب، بادئ الموسم الجديد المفروض انت تكمل انتصارات. خسرت بطولتين في اقل من 45 يوم اللي هو السوبر الافريقي والدوري الافريقي. صحيح. والنتائج مهزوزه، وتم يعني طبعا توجيه اسئله لكولر على هبوط مستوى اللاعبين مره واحده، اصراره على الروتيشن اللي هو طول الوقت والنتائج سلبيه،
وان انت دلوقتي بتفقد نقاط بسبب ان انت مصمم على حاجه وانت شايف ان فيها اخطاء. انا اسف يعني احنا هنكمل الكواليس بتاعه الاجتماع المهم ده، بس موضوع الروتيشن ده يعني الناس كلها بتطالب بيه ان لازم يكون في روتيشن في النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي يعني مش بس بيلعب في الدوري المحلي كمان بيلعب. لا يا استاذ رجاء انت روتيشن بنتكلم، انت ما تجيش في ماتش جونه غيرت التسعه في ماتش سموحه تسعة غير اللعب، يعني انت ما فيش ثبات تشكيل. ما انت روتيشن مش معترضين على كلمه روتيشن قد ما معترضين على ثبات تشكيل. الروتيشن ممكن في مركز اثنين، يعني انت مثلا دلوقتي في ماتش جونه بادئ كان كريم ديبيس خاتم بيه لعب معاك عشان علي معلول كان مصاب، فجاه في ماتش سموحه المفروض تكمل بكريم ديبيس هو لسه 18 سنه 19 سنه تستبعده وتبدا بعلي معلول راجع من اصابه، فاللي هو بيتكلموا انت المفروض تكمل ثبات تشكيل واللعيبه عشان ما في انسجام. انت دلوقتي طيب. بتلعب مجموعه مع بعض. انا بتكلم في الاجتماع اللي هو الاطار طيب. كان انتقادات على فقط يعني وجهه نظر كده فقط يعني كان خطيب بيتكلم بيصفصر فيها لا وجهه نظر انا يعني لا والروتيشن كمان بيتعمل غلط يعني انا هو كان كلام اعتراض لجنه التخطيط وكان خطيب مع كولر في الاجتماع ان انت بتعمل حاجه يعني هما عاوزين يفهموا ايه تفسيرها. انت ليه بتتمن تسع لعيبه في كل ماتش مختلفين؟ انت فين ثبات التشكيل كان في السنه اللي فاتت مميز بيه؟ كنت بتعمل روتيشن في مركز او اثنين او ثلاثه واللعيبه تحس ان هم مقاربين المستوى، بجانب ان انت صدامه مع الجمهور. ثاني حاجه اللعيبه في مشاكل مع اللعيبه، اوضه اللبس ما كناش بنسمع عنها زي السنه اللي فاتت. ايه السبب؟ رغم ان هو كان طالب تغيير في الجهاز المعاون والجهاز الاداري، ان الناس كلها اتفاجئت ان كابتن سامح حفيظ مشي في ظل ان انت محقق خمس بطولات، وفجاه جه كابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو الراجل كان بقى له فتره سنتين قطاع ناشئين، فجاه جه فريق اول. الموضوع اعتقد مختلف. النادي الاهلي يعني بيجهز كوادر، تجهيز الكوادر بالتدريج. انا بتكلم على الفجوه اللي حصلت وليه انت التباين في المستوى الاداء. انا بشرح لك كل واحد انت الاسئله بتسالها كولر، انت ايه سبب المشاكل؟ فبتقول طب اجابات كولر كانت ايه بقى؟ كولر قال لك ان مستوى اللعيبه، في لعيبه مشغوله بالاحتراف، في لعيبه مشغوله بالتجديد. زي ان بيتكلم على التجديد، في خمس لعيبه بيتكلم في عقودهم زي محمد هاني، عمرو السوليه، علي معلول، اللي عقودهم تخلص في يناير يمدوا في يناير لاي نادي. في اثنين في ثلاث لعيبه عاوزين يمددوا عقودهم، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، بيرسي تاو. محمد عبد المنعم اعتقد لسه عقده فيه سنه. ما هو الشناوي لسه فيه سنه، بيرسي تاو فاضل له سنه. يعني تمديد العقود. عبد المنعم عايز يجدد عقده؟ مين؟ عبد المنعم عايز يجدد؟ تمديد عقده ما كانش حاطط الشروط. لا لا عبد المنعم هو عايز يجدد عقده ولا عايز يحترف ولا بره؟ لا كان محمد عبد المنعم مشكلته في الاهلي في تجديد عقده، كان وافق في المقابل المادي. محمد عبد المنعم معروض عليه كان بياخد اخر موسم ليه السنه دي خمسه، فتعرض عليه ان هيتعدل لك عقده وتمدد بتسعه. محمد عبد المنعم مشكلته انه عاوز يتساوى فيها اولى مع حسين الشحات وامام عاشور ومحمد شناوي اللي هو فوق 15 مليون. فدي حاجه الاهلي مش عاوز يعمل سقف المدافع ياخد زي المهاجم، اللي هو انت عارف دايما المراكز كل مركز بيبقى ليه افضليه في الفلوس. طبعا المهاجم بيبقى طبعا بياخد الفلوس اكتر يعني المدافع. هل في عروض جايه لكابتن محمد عبد المنعم بشكل صريح؟ لا مفيش عروض. محمد عبد المنعم مضى يعني مع شركه تسويق تسوقه في يناير مع امم افريقيا. يعني ما قيل يا جماعه عن ان في عروض من اوروبا تحديدا انا مش فاكر، اعتقد كان من الدوري الالماني لو انا فاكر صح، او لا الماني ولا سعودي، واتقال ان عمر مرموش هو اللي جايب له العقد. لا لا مفيش عرض والكلام ده، زعار عن صحه على يعني العهده على الاستاذ محمد الدكر. اتفضل يا فندم. الوحيد محمد مين مضى مع شركه التسويق محمد مين عشان تجيب له عروض في يناير. هو محمد عبد المنعم بيعلق اماله دلوقتي لو اصطدام الاهلي ما علاش السقف المالي بتاعه ان هو يتالق مع منتخب مصر في امم افريقيا ويجي له حاجه في يناير. غير كده محمد عبد المنعم ما فيش عروض جت رسميه فعلا للنادي الاهلي. اي بص العروض اللي بتيجي للاهلي، الاهلي بيبدا يتفاوض وبنلاقي في عروض زي محمد حمدي فتحي لما جاله عرض الوكره اتكلم وبقى في مفاوضات في فلوس واتوافقوا عليه. طيب انا عايز اطلع فاصل، بس قبل الفاصل عايزين نتخانق شويه، ودي يا جماعه حصريات عندنا. عمر كمال احمد بيه موقع للنادي الاهلي ولا لنادي الزمالك؟ لا هو عمر كمال موقعش للاهلي ولا للزمالك. لكن الاتجاه عمر كمال نفسه عنده رغبه للعب في الزمالك، وعنده من ضمنهم ثلاث اسباب. سيبك من الكلام ده. لا ما قاعد يتفرج على الاهلي، ما لو عنده رغبه. لا بس هو يا استاذ رجاء انا لو عندي رغبه ما اقعدش في الاهلي، ما اقعدش مع المسؤولين. لا عنده رغبه يا استاذ احمد. انا لو انا حاسم قراري، بص على حاجه، طب حاسم قراري هروح النادي اللي انا خلاص مقرر. مع بص رمضان صبحي لما الاهلي اتفاوض معاه ما كانش فيه، كان جاي له زمالك وبيراميدز، هو راح بيراميدز عشان كان اتفق وخلاص. اللعيب دلوقتي النادي اللي هيوافق له على شروطه هو بيمديله. طب انا استاذنك، طيب يعني يخلي يعني يديله جمله. طيب اتفضل.
يعني هو سياسه الخطف مش هنعملها كمان هنا بغض النظر بغض النظر سياسه الخطف الاهلي. طيب نكمل. طيب عمر كمال بيفضل لعب الزمالك لثلاث اسباب. اولا المقابل المادي هو في ارتياح مع بين مسؤولين الزمالك، وانا اعرف الوكيل اللي كلمه واتفق معاه ويعني اتفقوا معاه على كل حاجه. يعني انت عايز تقول لي ان المقابل المادي المطروح من قبل نادي الزمالك اعلى من المقابل المادي المطروح من قبل نادي الاهلي؟ ده من هقول لحضرتك حاجه، انا قلتها في حضرتك ثلاث اسباب. في ثلاث اسباب. قلت لحضرتك المقابل المادي هو في ارتياح، هو عنده رغبه يلعب في الزمالك لانه شايف ان فرصته في الزمالك افضل. شايف كمان ان ارتباط جمهور الزمالك بيه وتواصلهم معاه طول السنتين اللي فاتت هو في رغبه كده في انه يلعب في الزمالك. في حاجه ثالثه هي ممكن تكون سبب وجود زيزو. زيزو طبعا صديق شخصي لعمر كمال، وهو شايف انه لو تواجد مع الزمالك هيضمن مكان ليه اساسي في منتخب مصر. وصديق شخصي الفتوح لاعب الاهلي الجديد. لاعب الاهلي الجديد على حته موضوع الاهلي وجمهور. طب انا هفكره ان ان ان, إن في ستوري كان نزل لعمر كمال من فتره وشعار الاهلي جنبه في استاد السلام. ما هو ده انا اصل هو موضوع احنا اتكلمنا في الرغبات. لا هو حتى الستوري عنده وهو رد النادي الاهلي برضه ورجع قال ان انا عنده رغبه النادي الاهلي كده 2-1. معلش مشكله عمر كمال مع الاهلي بعد ما الاهلي اتفق ان الفيوتشر عشان يسيبه في يناير التبادليه. يعني الاهلي يعني وزي ما قال محمد ذكر ان الاهلي في ازمه ان مين اللي هيروح مع مكان عشان عاوزه في يناير. لو انت عاوز في يناير انا ممكن كاهلي اتفق معاك في يناير للاهلي. ما هو مجهز بس انا بكلمك ايه اللي موقف يعني فكره من صفقه عمر كمان في يوتشر مش عاوزه فلوس من الاهلي لان الفلوس هتبقى قليله اللي انت هتشتري ست شهور. لا الزمالك مجهز برضه صفقات تبادليه قد يكون من ضمنهم الزناري ومحمد صبحي. لا لا اللي هم بالفعل خرجوا من حسابات. طب دي معلومات ولا يعني؟ لا ده في ترجيحات. لا مش ترجيحات. اتجاه داخل الزمالك. الاهلي يعني هنا في اتجاه نادي في نادي احمد استاذ احمد عادل بيقول ان في اتجاه في نادي الزمالك بناء على معلومات ان هو عمر كمال في نادي الزمالك. محمد ذكر بيقول بناء على معلومات برضو ان فيوتشر اتفاوض مع الاهلي ان كان في ان طلبت كذا عشان الاهلي كان عاوزه في يناير. قال له طب ما تديني ثلاث لعيبه و7 مليون. ترجح انت كفه النادي الاهلي. لكن ما فيش الاهلي تفاوض مع اللاعب والنادي. انا بقول لك الاهلي هيخلص عمر كمال خاصه بعد ما الزمالك دخل بقوه في الصفقه. الاهلي هياخدها بيراميدز كمان في الصفقه برده يا جماعه. وبيراميدز من الاول بس طبعا على اي حاجه يا جماعه قصه هو الهوا موجود والفيديوهات موجوده. هنرجع مثلا في شهر يناير للموضوع ده. الاهلي كان ممكن يصبر على عمر كمال ياخده في نهايه الموسم فري لما طلب فيتشر ان عاوزه في فتره يناير. فيتشر حط ثلاث لعيبه واتقال له بالاسماء وبرقم مالي صغير. الاهلي قال لك طب ممكن اشتري بعيدا عن اللعيبه. بيراميدز فيتشر مش هتبيع لعيب ب 2-3 مليون لان في ست شهور قليل. فيبقى ده مش قيمه عمر كمال بالنسبه لفيتشر. فبالنسبه لفيتشر الافضل ان انا اخد لعيبه من الاهلي او ان اللعيبه اسيبه معايا احاول اجدد له او يمشي في نهايه الموسم. ممكن استاذنك في حاجه؟ اتفضل. ممكن اطلع فاصل؟ معاك فاصل يا جماعه. بسرعه بسرعه اطلع فاصل بسرعه. رجعنا لكم يا جماعه تاني بالسلامه الحمد لله. عايزين حصريه تتقال على موضوع عمر كمال. مارسيل كولر النهارده في الاجتماع مع محمود الخطيب قال ان هو هيحتاج عمر كمال في صفقه الانتقالات الشتويه ولا لا؟ عاوزه لو بدون عن ثلاث لعيبه اللي هو طلب من فيوتشر. لو هينفع يخلص بمقابل المال تاني مش هيخلص يعني يعني لو انت انا عاوزه بس ثلاث لعيبه ما ينفعش ان انا افرغ القائمه بتوع ايه قائمه الاهلي الافريقيه بالثلاثه دول وانا محتاجه اللي هو صلاح محسن وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح. خاصه ان عمر كمال مش هيلعب مش هيلعب عشان متقيد لعب مع فيتشر في الكونفدراليه فمش هينفع مش هستفاد منه. فانا يبقى كده خسرت. يعتبر لو جبت عمر كمال ومشيت ثلاثه يبقى انا خسرت اربع اماكن في القائمه الافريقيه في ظروف الاصابات ضغط المباريات. يبقى الاهلي كده خلاص. اذا يا جماعه مارسيل كولر النهارده في الاجتماع مع كابتن محمود الخطيب قال ان انا مش هحتاج عمر كمال النهارده لو ان هو ان احنا في المقابل هنطلع ثلاث لعيبه من السكواد بتاع النادي الاهلي، صح كده؟ مقابل مادي يخلص مفيش مشكله. هو مرحب بالصفقه وهو محتاجه. تمام. ننتقل بقى لنادي الزمالك. النهارده كنا بنستعرض ابرز المرشحين لتولي اداره المدير الفني لنادي الزمالك. كنت بتكلم معاك استاذ احمد على موضوع هل متاح اصلا ان يكون في تعاقدات مع مدراء فنيين. ليك خبر حصري ليك. طيب اول حضرتك من الاخر من الاخر الزمالك مش هيتعاقد مع مدير فني اجنبي على الاقل لغايه ما يخلص قصه
أزمة القيد. في حاجة تانية. فوز الزمالك النهاردة. وقبليه الفوز على يعني فوز الزمالك النهارده على فيوتشر وقبليه على ابو سليم وقبليه على بيراميدز خلى في ارتياح وابتدى تظهر نغمه الفوز بيجيب فوز. طب ما ندي فرصه لمعتمد جمال ونوفر الفلوس اللي هنديها لمدير فني اجنبي في ان احنا نوديها او لصفقات جديده للاول لازمه القيد نمره واحد لحل مشاكل اللاعبين الماليه اللي هي اللاعبين الحاليين أيوة. الحاجه الثالثه لصفقات جديده وفي ممكن نضيف حاجه كمان يعني دي بس قبل يعني الحاجه الثانيه خبر حصري والعهده على الراوي الاستاذ احمد عادل ان هو لن يتم التوجه التعاقد مع اي مدير فني على الاقل في الوقت الحالي لنادي الزمالك والاكتفاء والابقاء على كابتن معتمد جمال. انا بتكلم صح؟ معتمد جمال عنده 7 مباريات خلال الشهر ده. تحقيق الفوز فيهم عشان كده قلت لحضرتك ممكن يكمل لغايه يناير. عنده سوار الغيني في القاهره وبعدين الاتحاد السكندري هيخرج الاتحاد السكندري وبعدين يلعب ساجرادا الانجولي في القاهره وبعدين يلعب سيراميكا بعدين يلعب ساجرادا تاني في انجولا وبعدين يلعب سيراميكا كليوباترا. تمام. هذه المباريات اللي هتحدد مصير معتمد جمال واتجاه ان هم جابوا له فريق سكاوتنج زي ما حضرتك عارف طبعا والساده المشاهدين عارفين فريق السكاوتنج ده بيساعد الجهاز الفني الحالي وفي اتجاه ان هم يدعموا الجهاز الفني الحالي بمدرب مساعد يبقى اضافه مع احمد مجدي. في كلام على ان الجهاز ده يفضل زي ما هو في ازمه دلوقتي على مدرب حراس المرمى. في كلام ان تم ترشيح كابتن اسامة عبد الكريم. الجهاز المجلس الاداره بيحاول ينفي لكن هو بالفعل اسامة عبد الكريم من ضمن المرشحين لكن الحاله الفنيه لنادي الزمالك حاليا هتساعد الجهاز الفني على الاستقرار. ده عظيم جدا. يعني طيب. انا بقول لحضرتك من دلوقتي بجانب ان الامم افريقيا الزمالك مش هيكمل في امم افريقيا في فتره توقف طويله في فتره طيب. توقف طويله بتاع امم افريقيا ممكن زمالك بالنسبه للمدربين الاجانب اللي حضرتك سمعت عنهم اولا ده كله شغل وكلاء لاعبين بس لا الزمالك عنده على فكره فوق ال 25 سي في لمدير فني اجنبي ايوه بس من كل دول العالم ايوه انا مش معترض بس هو في المدير الفني التشيلي اعتقد تم فتح اصلا قنوات اتصال ما بين ما بين ما بينه هو شخصيا او وكيله وما بين اداره نادي الزمالك بيسمعوا يعني مش هم يعني ما دخلوش في مفاوضات لا بيدخلوش في مفاوضات تفاوض عادي يا استاذ انت أولاً مشروع كيف في الفريق يعني شوف مشروع الزمالك حاطط سقف كمان للمدير الفني الاجنبي لن يزيد عن $1,000,000 في السنه ده طبعا ده في حال التعاقد مع مدير فني اجنبي المتاحين والاسامي اللي تم طرحها دولت رواتبهم اعلى من كده بكتير طيب لاما يعني مستواهم اقل بكتير اللي هو زي مدرب بالفريق اللبناني انا عايز مش عايز اسيب نادي الزمالك الا وفي خبر حصري اعتقد كل جمهور ومتابعي نادي الزمالك وقبليهم النادي الاهلي فتوح مصير فتوح ايه محمد مصلوح عنده خبر حصري انا اعتقد ان احنا نديله يعني المايك يعني نديله فرصته وعايز يقول خبر حصري للجماهير اتفضل مضى في النادي الاهلي مضى في النادي الاهلي ده خبر يا جماعه برضو العهده على لسان الراوي محمد مصلوح بيقول ان كابتن فتوح مضى في النادي الاهلي يعني بنسبه 90% مضى في النادي الاهلي لانه نفس السيناريو بيتكرر تاني مع اللي كان مع امام عاشور بيتكرر مع احمد فتوح من خلال كهربا وامام عاشور المره دي سيناريو ازاي السيناريو بتاع امام عاشور مختلف تماما لا ما هو مش هيخرج بره اوكي لان عقده خلصان لكن امام كان عقده في اتجاه انه يطلع اعاره 6 شهور عشان الزمالك مش هيتمرن مع الفريق فانت بدل مستوى عشان عشان الاداء يعني مشكله مودريتش عشان يلعب كمان عشان يلعب عشان المنتخب عشان المنتخب يعني كمل لو عايز تقول انت عشان المنتخب لا بقول عشان المنتخب مش ينفع لا عشان الراجل هيروح طيب لا اتفضل فهو عشان يلعب في الامم افريقيا ممكن ان هو يطلع 6 شهور لكن هو الحقيقه ان هو السيناريو انا بكلمك فيه ان المفاوضات مشيت ازاي المفاوضات مشيت من خلال
بداية من أعضاء مجلس إدارة ومنهم محمد الجرحي قعد مع فتوح في كافيه في التجمع، وكان الكلام ده من فترة طويلة جدا من قبل كمان مجلس إدارة نادي الزمالك ما يبقى موجود الجديد ده، من أيام المجلس اللي قبليه والمشاكل اللي كانت موجودة من فتوح مع المجلس السابق. فدي كانت المفاوضات ماشية كده. مع تغير المجالس هل في تغير حصل في موقف فتوح؟ لا، هو فتوح من أول لحظة هو مصمم أو مقرر انه مش هيلعب في نادي الزمالك وان هو مقرر ان هو هيلعب بره الزمالك ايا كان بقى، للاهلي، لبيراميدز اللي كان موجود في الصفقه برضه، لانديه في الخليج، لزد ما عرض وبعدين رجع انسحب من التفاوض لانه عرف ان فتوح خلاص قريب من النادي الاهلي. فكانت المفاوضات ماشيه كده، وفتوح مقرر من اول يوم ان هو من قبل حتى كمان ما يخرج من المعسكر والازمه الاخيره والكلام ده، هو مقرر وبيحط شروط تعجيزيه. انا عايز عقد زي احمد زيزو، انا عايز تعجيزيه لنادي الزمالك، انا عايز فلوسي اللي مستحقاتي اللي القديمه اللي متاخره، فالفلوس دي كتير على نادي الزمالك. كمان انا عايز اقول لك في نادي الزمالك، يعني مع احترامي طبعا لاستاذ احمد، ان مفيش مدير فني اجنبي هيجي على التيم اللي موجود وفي ايقاف للقيد، لان هو عشان انا اقول فكره في اول ده الاولويات ان لما يحب الزمالك الاول، فمش انا بكلمك على حط نفسك عشان المدير الفني الاجنبي مش هيجي الا لما تحل ازمه القيد اللي عندك عشان يجي يطور ويطلع الزمالك من الازمات اللي كان موجود فيها. والنهارده طبعا يعني نادي الزمالك بدا يخرج من الازمات اللي كان موجود فيها من الناحيه الفنيه. طبعا نتمنى ده اكيد طبعا، نادي الزمالك لابد قطب في الكره المصريه طبعًا. اذا كان موجود اهلي وزمالك بشكل كويس هيبقى المنتخب بشكل كويس. بالنسبه لموضوع حضرتك بتتكلم على موضوع المجالس الادارات في الاهلي، بالنسبه للاهلي في موضوع فتوح، مجالس الادارات في الاهلي، مجالس الادارات يعني الاهلي والزمالك، انت بتتكلم موضوع فتوح يعني تغيير مجالس ادارات في الزمالك في نادي الزمالك في الاهلي تغيير مجالس الادارات يعني في العلاقات يعني بالانديه. بالنسبه للاهلي، بالنسبه للاهلي فتوح لعيب معروض للبيع بقرار مجلس اداره الزمالك، بس الاهلي مش هيخش يشتريه زي ما امول، لكن ممكن يجي عرض ترانزيت في دوري السعودي. يعني انا ما خدتش منك اللاعب، ما خطفتوش يعني محمد بكر عايز يقول بشكل مباشر ان انا، لكن انا تتكلم امتى لو قال زي الاهلي في فيوتشر. بتتكلم على مين؟ على فتوح؟ يعني اصل انت بتتكلم مع تغيير الادارات، مع تغيير العلاقات، مع الامور بقت اهدى. لا هو الزمالك، هو فتوح الزمالك خلاص رمى طوبة فتوح. الاهلي يخش في المفاوضات بشكل مباشر عشان ما يبقاش اللفه بتاع كده. لا، الاهلي مش هيتعامل بشكل مباشر ان انا جاي اتفاوض مع لعيب اخده بست شهور، مش هتبقى جماهيريا. بس هو السؤال الاهم من ده، يعني مع احترامي للذكر، هو بيتكلم كصحفي، انا هحط نفسي مكان الجمهور، هل جمهور الاهلي هيبقى متقبل ان احمد فتوح بعد الازمات اللي عملها في نادي الزمالك ونجوم نادي الاهلي القدامى؟ يعني انا كلمت ناس كتير جدا رافضين ان فتوح يبقى موجود في النادي الاهلي، او ان النادي الاهلي يشتري احمد فتوح او يضمه بعد الازمات اللي عملها في نادي الزمالك. بالعكس، فتوح صفقه قويه جدا وهيبقى سوبر للاهلي. انا بتكلمش فنيا، اولا بديل، هو بيتكلم بديل بديل امس علي معلول، عشان الاهلي مش هيجدد. هو بيتكلم على حاجه ثانيه، على وجهه نظر الجمهور. لا، فتوح لو جه الاهلي مع سيستم الاهلي وتغيير، انت شوف سلوكيات كهربا مع صفقة، الموضوع مختلف. انت بتبص الصفقه، انا ما اقدرش احكم عليه. يا جماعه دي وجهات نظر، ظروف الزمالك حاجه والاهلي حاجه. انا حاسس ان في حساسيات يا جماعه. لا لا خالص، هو ظروف الزمالك، ظروف الزمالك حاجه، احنا بنتكلم في الكوره على فكره. عشى فتوح مع واتهامه ببعض الاشياء والصفات اللي اثرت عليه حتى نفسيا، اللي الازمه ما بين فتوح ونادي الزمالك مش ماديا وبتاع، هي نفسيا. طيب ممكن اسال، اسمح لي بتناول اسمح لي طب اسال استاذ احمد عادل حاجه بعد اذنك. اشكرك شكرا جزيلا. قبل ما حضرتك تسال استاذ زينك حاجه، اتفضل. الازمات اللي كانت مع المجلس السابق يعني في الزمالك، في ما بين فتوح والزمالك، لكن الازمات اللي مع المجلس الحالي وما وصل للمجلس الحالي من تقارير عن تصرفات اللاعب مش عارف اقول ايه، لا اخلاقيه، مش هنقول ده، ماشي مش هنقول. بالفعل لا يوجد اي رغبه من اداره نادي الزمالك في اعاده اللاعب حتى لو ابدى استعداده للتجديد. بس انا برضو اللي انا يعني ما نما الى علمي بعد اذنك، ما نما الى علمي بعد اذن حضرتك ان نادي الزمالك كان حاطط شروط لعوده فتوح مره اخرى
اول شرط قال اعتذار لجماهير نادي الزمالك على ما بدا منه خلال الفتره الاخيره، ده اول شرط. تاني شرط ان هو يقبل التمديد، يقبل موضوع التمديد. انا اعتقد تجديد ان ده لا التوقيع وبشروط النادي اللي فيه سقف مادي. دي كانت في مرحله لا ده 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 النهارده، لا مش فاهم الكلام ده النهارده. دي من كذا من بعد نهايه من بعد التفجير الازمه على طول وقرار عرضه للبيع. بالفعل تم جلوس قعد معاه مسؤولين من نادي الزمالك فوجئوا ان هو عنده استعداد للتجديد زي ما حضرتك قلت. بس حط لهم قال لهم تحسبوا لي السنه دي من ضمن سنه التجديد، يعني انا لو هاخد 15 مليون جنيه يبقى انا من النهارده واخد 15 مليون هو جنيه. هو اتصاب باحمد سيد ولا كده. لا هو طبعا ما ينفعش يتصاب. لا هو طلب كده ولا لا؟ هو طيب هو بيقول انا ماليش دعوه باحمد زيزو بس انا عايز تقدروني. هو طلب وتعوضوني. احنا يا جماعه احنا فاضلنا احنا فاضلنا بياخد 35 مليون في الموسم الاهلي مقدم 60 مليون على 3 سنين. طيب احنا فاضلنا دقيقه وعايزين ننتخب على نتكلم على المنتخب يا جماعه، منتخب مصر. مصر المنتخب المصري يعني صح احمد، انا كنت بكلمك على منتخب مصر وكمان عايز محمد يعني دقيقه نتكلم على منتخب مصر. نبدا بميم حضرتك بس محمد اتفضل. المنتخب يعني هو احنا داخلين على معترك كبير ان في ثلاث مباريات يعني في ثلاث منتخبات في تفاوض معاهم او في عروض من لمباريات وديه معاهم، منتخب هولندا وكوريا ونيجيريا واحتمال كمان يبقى في السودان. في اي منتخب دي ردت بالموافقه او لا لسه؟ لكن اعتقد ان هيبقى اقرب عرض السودان لان فيتوريا ما بيحبش يلعب منتخبات كبيره علشان يحافظ على التصنيف ويحافظ على المكان اللي موجود فيها منتخب مصر والحاله النفسيه كمان زي ما بيقول فعلا استاذ احمد عشان يقدر يكمل. بس ده غلط يعني اعتقد يعني الله اعلم طبعا لان انت لازم يعني برضو يبقى في منتخبات كبيره تحتك تحتك بمدارس كبيره علشان انت هتلعب في امم افريقيا في مدارس كبيره برضه. طيب استاذ احمد عادل شايف اداء فيتوريا مع منتخب مصر مؤخرا اخباره ايه؟ لا طبعا نتيجه جيده. عايزين بعيدا عن الاداء احنا لينا بالنتائج. الراجل خلال حوالي 11 مباراه لم يخسر سوى مباراه واحده. بس ما لعبش يا استاذ احمد برضه. طب هل يعني المعيار في معيار تقييم يعني النتائج؟ طب حقق الهدف معيار معيار التقييم هو النتائج. بالنسبه للمباريات الوديه اعتقد ان هيلعب مع لو جات له السودان يبقى هيلعب السودان ونيجيريا لان هيفضل مواجهات عن هولندا عن هولندا طبعا. شايف حظوظنا في عنده مشكله اختيارات الثلاث لعيبه بتوع الاهلي الموقوفين اللي هو طارق حامد والشحات وامام عاشور ومشكله ثنائي الزمالك. فتوح ما بيلعبش عنده خمس قرابل موقوفين لازم يحلهم قبل كاس العالم قبل كاس الام. طيب فرص كولر او فرص فيتوريا او منتخب المصري في كاس الامم الافريقيه شايف هيوصل لفين؟ احنا في البطوله اللي فاتت كنا واصلين للنهائيات اعتقد دي برضو احنا ان شاء الله نفس اللعيبه بنفس الحماس اعتقد مع النتائج اللي انت الاداء وفي استقرار ان شاء الله اكيد ممكن نفس على اللقب. واعتقد ان هو بس انا مطالب ان فيتوريا عنده لازم يحسن قرار الثلاثه لان في لغط من اتحاد الكوره وفيتوريا. هو صامت ما حسمش الكابتن حازم امام وايهاب القومي وغرابه الناس يقول لك ده هو مباراه سيراليون بس فالموضوع لسه عايم والموضوع مش محسوم لازم يتحسم عشان حتى اللعيب يعني نعرف السبب الحقيقي في استبعاد الثلاثي. هل قرار تربوي ولا في ازمه فعلا مع تكسل في التدريب؟ لا بعيد عن تكسل اصلا انا كلمت اعضاء اتحاد كوره مش هقول طبعا مين واتقال لي ان دي قرصه ودن بس. ما لازم فيتوريا هو نفسه يحسم الموضوع. والله كلمه قرصه ودن اجمل حاجه ممكن نختم بيها. اشكرك شكرا جزيلا محمد الدكر، اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عادل، اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مصطفى، اشكركم شكرا جزيلا. الى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، نعود ونلقاكم ان شاء الله مجددا في حلقات اخرى من رقم 10 طبعا مع زميلنا كريم رمزي. السلام عليكم.